السلام عليكم، أهلا وسهلا بالجميع. نشكر حضور أعضاء بيردوان، أعضاء عائلتنا الكريمة وشركائنا في النجاح في تدريب اليوم. اليوم مع بعض إن شاء الله التدريب الخاص بالباك أوفيس، مكتبك الخاص مع بيردوان. الأداة الرائعة هاي اللي كتير ناس لازم تعرف كيف تتعامل معها عشان توصل للنتائج المرجوة بإذن الله. طبعا والتدريب حيكون باللغة العربية، فأهلا وسهلا فيكم جميعا معنا اليوم في بيردوان طبعا، وفي التدريب هذا إن شاء الله. طبعا في البداية، في كتير بعد فايبس امبارح والأخبار الرائعة اللي حكيناها، وبالذات اللي كانت بخصوص الفيرست ليدرشيب سمت، فكتير ناس طلبوا انه اشرحوا مرة تانية والمتطلبات للفوز بهذا السمت، وافصل اكثر، يعني اعمل له شرح توضيحي اكثر. فحبدا التدريب انه لمدة 5 دقائق او 10 دقائق افهمكم شو هو الليدرشيب سمت وشو المتطلبات المطلوبة، وبعدين نبدأ إن شاء الله في تدريب الباك أوفيس. طبعا التدريب اليوم تدريب، وتدريب للأعضاء فيردا ون فقط، فأنا بطلب من الجميع أنكم تتشاركوا معي. لما أطلب أي تفاعل، أي مشاركة، تشاركوا معي عن طريق صندوق الأسئلة أو ترفعوا إيديكم لما بطلب رفع الإيدين. وأثناء التدريب اعملوه كنظام محادثة، كنظام انه نتكلم مع بعض، يعني انا حتكلم في التدريب في الباك اوفيس نقطة نقطة، فبعد كل نقطة اي سؤال، اي شيء متخصص بهاي النقطة او الفيتشر المعين اللي انا بتكلم عنه مش واضح، مباشرة اسألوني عشان تكون الفائدة القصوى ان شاء الله. فاهلا وسهلا فيكم، ونبدأ على بركة الله. طبعا مثل ما قلنا، اليوم التدريب في المكتب الخاص تبعك في بيردوان، اللي هو الشركه الخاصه، الموقع تبعك الباك اوفيس في بيردوان هو في الشركه الخاصه. بس قبل ما نبدا التدريب، بناء على طلب كثير من الناس، فانا حتكلم عن الشيء اللي اعلناه امبارح لاول مره في تاريخ بيردوان، وهو الفيرست ليدرشيب سمت اللي حيكون في الاسبوع الثاني ان شاء الله في شهر 7 في جولاي. واي انسان موجود معي اليوم، اي انسان في فيردا ون ممكن يحقق المتطلبات ويكون معنا في هذا الصمت. الصمت طبعا حيكون لمده 4 ايام 3 ليالي في دوله، يعني ان شاء الله لسه ما تحددت الدوله حسب ما نشوف وضع كورونا وين الدول المسموح فيها، بس حتكون 5 ستار تريب، رحله 5 نجوم، والاقامه حتكون 5 نجوم، واقامه 4 ايام 3 ليالي مع البورد اوف دايركتورز، يعني حتكون رحلة من العمر لن تتكرر مرة تانية. فكل إنسان المفروض إنه يعمل المستحيل whatever it takes إنه يكون معنا إن شاء الله في الصمت هذا في شهر 7 بإذن واحد أحد. طيب شو هي متطلبات الصمت؟ الصمت هذا أو المؤتمر القادم اللي حيكون في شهر 7، احنا عطينا عرض امبارح بروموشن بدأ من يوم 24/5 ليوم 15 جون، يعني معك حوالي 20 يوم، و20 يوم تقدر تحقق اي اوبشن او اي خيار من الخيارات اللي انا حقدم لكم اياها هلا لتوصل لانك تكون ضيف معنا في المؤتمر الاول للقادة في فيردا 1. طبعا عشان نفهم، الجائزتين تبع العرض هن عبارة عن جائزتين، نوعين من الجائزة. الجائزة الأولى اللي هي الفول باكج، يعني بتروح وبترجع من غير ما تدفع ولا شيء، تذكرة السفر، المواصلات من المطار للفندق أو للمنتجع اللي حنكون فيه، الإقامة، حضور الإيفنت، فول باكج، كومبليت إيفنت. أي إنسان موجود معنا اليوم في فيردا ون ممكن يحقق أي شرط من الشروط الأربعة هاي، أي واحد منهم، مو الشروط الأربعة كلهم، أي واحد منهم بيكسب التذكرة هاي اللي هي الفول باكج. الشرط الأول إنه يكون عنده في النظام الثنائي في التيم كوميشن في الباينري مثل ما بقولوا من تاريخ 24/5 لتاريخ 15/6 جديد، نيو بي في، نقاط عمل جديدة، مبيعات جديدة، 50,000 بي في على الطرف اليمين و50,000 بي في على الطرف اليسار.
تمام، زائد انه يكون هو شخصيا جايب على الاقل 5000 بي في دايركت عن طريقه، مباشره عن طريقه في ليفل 1. موضوع سهل جدا اذا انت صار لك فتره وعندك تيم وعم تعرف تشتغل مع التيم صح، وعم تبذل مجهودك انت والتيم، 50000 بي في يمين و 50000 بي في يسار nothing. يعني ممكن تعمل 3-4 بيعات من ام ال 20000 دولار اللي هي الماستر باكج وتحققهم، البريميوم باكج 2 على كل طرف بتحققهم، الابكس بتحققهم انت او التيم تبعك. يعني هون ال 50000 يمين 50000 يسار هي شغل التيم كله، بس عن طريقك مباشرة انت لازم يكون عندك على الاقل 5000 بي في، 5000 نقطة عمل جديدة مش قديم، جديدة من بعد تاريخ 24/5 عن طريقك مباشرة. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني او الطريقة الثانية انه يكون عندك 25000 بي في جديدة على اليمين، 25000 بي في جديدة على اليسار عن طريقك وعن طريق فريق العمل، بس مع هذا الشرط لازم انت يجي عن طريقك مباشرة 10000 بي في. ما قدرت تعمل الاول اعمل الثاني. الشرط الثالث يكون عندك 10000 بي في عن طريقك على اليمين، مش عن طريق، عن طريق الفريق، 10000 نقطة عمل جديدة في اليمين، 10000 نقطة عمل جديدة في اليسار بعد 24/5، ويكون المباشرين تبعك 25000 بي في مباشرة عن طريقك خلال هاي الفترة. يعني تبيع باقة دايركت مباشرة، اوكي، بريميوم اللي هي ب 25000، فانت حققت 3 ارباع الشرط. بضل عندك على الطرف الثاني تجيب انت والتيم تبعك 10000 بي في في النظام الثنائي، بتكون اكسب. والشرط الرابع بيرسونال بيرتشيس، اي انسان يعني ما مشتريات شخصيه، اي انسان بيشتري بريميوم لويالتي باك اوكي خلال الفتره هاي بيكسب الجائزه هاي اللي هي ب 25000. طبعا انت شوف عادتك اذا انت اشتريت بيرسونال بيرتشيس او بريميوم لويالتي باك، باقه الولاء للبريميوم، الفائده انك حتاخذ كل الميزات اللي موجوده مع باقه الولاء تبع البريميوم. حتاخذ اس تي او بي ريت بوينت اس تي او على السعر الحالي اللي هو 25 سنت، حتاخذ ان ادفانس ريورد اللي هي 125%، تطلع اكثر من 31000 دولار، اكثر من المبلغ اللي شاريه، هاي جائزه او مكافاه مقدمه اللي حتاخذها. حتاخذ كل المميزات اللي موجوده في البريميوم لويالتي باك. هاي الشروط الاربعه او الطرق الاربعه او الخيارات الاربعه عشان تكسب الفول باكج برايز. يعني ما حيكلفك الايفنت شيء، بس بتروح رحله من العمر تستمتع وتعامل كفايف ستار كفي اي بي مع البورد اوف دايركتور. الجائزه الثانيه انك تاخذ الاقامه في الفندق وحضور الايفنت، اما الطيران والمواصلات حتكون عليك انت، يعني الطيران من الدوله اللي انت فيها للمكان اللي فيه الايفنت حتكون عليك. هاي الجائزه الثانيه. وكمان في الجائزه الثانيه حطينا اربع خيارات. الخيار الاول 25000 نقطة عمل جديدة خلال الفترة هاي في اليمين، و 25000 نقطة عمل جديدة خلال الفترة هاي في اليسار، ويكون عن طريقك مباشرة دايركت عن طريقك 3000 نقطة عمل جديدة. واضحة؟ الخيار الثاني 12500، ما في أسهل من هيك خيارات عشان تكسب. اذا انت فعلا جدي بدك تكون معنا في الصمت هذا وفي الايفنت هذا، 12500 نقطة عمل جديدة في كل طرف، 12500 في اليمين، 12500 في اليسار، و 5000 نقطة عمل جديدة مباشرة عن طريقك في ليفل 1. الخيار الثالث 5000 نقطة عمل جديدة في كل طرف يمين ويسار، و 10000 نقطة مباشرة عن طريقك. طبعا النقاط المباشرة سواء في الكاتيجوري الاولى او الثانية تحسب، النقاط المباشرة اللي بتيجي عن طريقك تحسب ضمن النقاط اللي في اليمين واليسار.
يعني انت لما تجيب هون 5000 وتحطهم على اليمين تبعك مباشرة عن طريقك، هدول يحسبوا من ضمن ال 12500، ما في شيء بيروح عليك. والخيار الرابع بيرسونال بيرتشيس، مشتريات شخصيه، اشتري السوبر لويالتي باك ب 10000. بكل ميزات السوبر لويالتي باك حتكسب الجائزه الثانيه اللي هي انك الاقامه في الفندق اربع فندق خمس نجوم مع معامله بي اي بي 4 ايام 3 ليالي وحضور الايفنت مع البورد اوف دايركتور. هاي تفاصيل نقاط العمل او تفاصيل الخيارات اللي الناس طلبتها، انه ارجع اكدها واشرحها مره ثانيه في العربي. تفاصيل الخيارات انك تكسب البروموشن. من خبره اكثر من 22 سنه في النتورك ماركتينج، البروموشن هذا سهل جدا. ليش احنا حطينا خيارات كثيره؟ ليش الشركه حطت 8 خيارات؟ احنا بدنا كل انسان يكسب البروموشن هذا ويكون معنا في هذا الحدث التاريخي اللي هو اول ليدرشيب سامت لفيردا ون في العالم. هذا حيكون تاريخي، مش حيتكرر مره ثانيه. فعشان هيك حطينا 8 خيارات، والخيارات سهله جدا. بس سهله لمين؟ سهله للشخص اللي فعلا جدي ومركز وبده يشتغل. اما الشخص اللي عم بيتدلع، والله لو قلت له جيب واحد ما حيعرف يجيب، بيع بيعه ما حيعرف يبيع. ليش؟ لانه عم بتدلع. والبزنس هذا والحياه كلها اللي بيتدلع وما بيحقق فيها نتائج. فالخيارات الثمانيه هاي سهله جدا، بس انك تكون جدي وملتزم ومركز انت وفريقك وتبذل قصارى جهدك، وان شاء الله بتكون معنا في السمت الاول او الفيرست ليدرشيب سمت تبع بيردا ون. طبعا في الخيار التاسع اللي متاح للجميع وخيار سهل جدا، اوكي، انك تصير سيلفر ستار. اذا انت صار لك فتره وعندك نتورك موجود في او عندك فريق عمل موجود، بس ركز اكثر وابذل مجهود اكثر وصير قبل 15/6 رتبه السيلفر ستار، اوكي، وبذلك انت بتكسب الفول باكج، الرحلة كاملة. شو بدك أحلى من هيك؟ 9 خيارات مختلفة، بس لازم تبدأ مش من اليوم، لازم تبدأ من مبارح إنك تشتغل ماكسيمم عشان توصل للي بدك إياه. طبعا هلأ رح أفتح باب الأسئلة، إذا أي سؤال مش واضح في نقاط البروموشن قبل ما ندخل على الباك أوفيس وتدريب الباك أوفيس. فهفتح، اللي عنده أي سؤال يكتب الأسئلة، وخلال ما تكتبوا الأسئلة بحب أرحب بأخوي وشريكي وصديقي الأستاذ حسين اللواتي، موجود معنا أظن، أو أوه ماي جاد اللي موجود معنا السي إي أو، أوكي، وقاس، مستر وقاس وين موجود معنا. فلبين ما تسألوا أسئلة إذا عندكم أي سؤال، مستر وقاس welcome to our meeting if you share with us or if you want to take some few words to the attendees. الو وقاس معنا بس يمكن مش عم بيقدر يعمل حاله ميوت، انا ميوت. مش مشكله، وحسين حيكون معنا ان شاء الله كمان قريبا جدا، حيتواصل حيدخل معنا حسين اللواتي كمان، وحيكون جلسة تدريب مختلفة عن أي تدريب تاني، عبارة عن نقاشات وعبارة عن تجربة براكتس، تطبيق عملي عشان نوصل للفائدة القصوى إن شاء الله. طيب قبل ما ننتقل للباك أوفيس، في أي سؤال على البروموشن؟ يا شباب في اي سؤال على البروموشن؟ قلنا التدريب هذا بدنا فيه تفاعل، يعني حتى لو ما في سؤال قل لي ما في سؤال، اكتب no questions.
الظاهر ما في أسئلة. في سؤال، كم قيمة الباقات هذه؟ أي باقات؟ ما مش فاهم أخ سعيد، شو قصدك كم قيمة الباقات؟ قصدك اي باقات؟ باقات الجوائز ام باقات اللي بدك؟ ال10,000 كي وال25,000 كي والاسماء هاي، نقاط العمل يعني. اذا قيمه نقاط العمل، اوكي، الباقات البي في، ال1 بي في يساوي 1 دولار. يعني لما بقول لك اشتري 25,000 او جيب 25,000 نقطه عمل جديده، يعني 25,000 دولار مبيعات، لأن الدولار بيعطيك في خطة الدخل ال 1 دولار بيعطيك 1 بي في. الأخت أماني، عدد نقاط رتبة السيلفر، عدد نقاط رتبة السيلفر أخت أماني، ممكن ترجع إلى الأبلاين تبعك يجاوبك، وشرحناها في المحاضرات كلها، بس برجع بقول بالجواب، عشان تكون سيلفر لازم يكون عندك على الجهة الأقل من اليمين واليسار، على الجهة الأقل أكثر يعني من 82,000 نقطة عمل فما فوق، من 82,000 نقطة عمل فما فوق على الجهة الأقل. فهيك انت بكون صرت سيلفر، وتكون الباقة الخاصة فيك المشترى منك اللي انت اشتريتها على الاقل الكلاسيك باك اللي هي بألف دولار. البي فيز من المبيعات، نقاط العمل تحصل عليها من المبيعات، يعني كل باقة تباع في فريقك او عن طريقك مباشرة، قيمة الباقة هاي في الدولار بتولد لك نقاط عمل بنفس القيمة في خطة الدخل. بدأت الأسئلة تطلع. ايه نقاط العمل، لما اقول لك 50 نقطة عمل تعادل مبيعات 50 دولار، الدولار بنقطة عمل بالمبيعات. طيب اظن انه واضحة الاسئلة هاي، واذا في اي اسئلة تانية تطلع على الاوفر ممكن، او على السمت ممكن تتواصل مع الابلاين تبعك، عشان ما ناخد وقت اكثر ونبدأ حاليا في تدريب الباك اوفيس. طيب شايفين الصورة تبعي، السكرين تبعي، هلأ الباك اوفيس تبعك وقت اللوج ان لما بدك تدخل. طبعا انا هدخل هلأ على موقع ديمو، موقع اللي احنا عاملينه ديمو، عشان تشوف كل الفاسيليتيز، كل الفيتشرز، كل الميزات، كيف تتعامل في الباك اوفيس تبعك. فاذا شايفين الشاشة تبعي وشايفين اللوج ان بيج اللي هي صفحة الدخول، بس اكتبوا لي واحد في الاسئله او ارفعوا ايديكم، يعني اضغط على الكف. شو يا شباب؟ سعيده من الجزائر بحييك، رفعت ايديها. عمر من مصر رفع ايديه، فالصوره واضحه، فنبدا على بركه الله. طبعا قبل ما أبدأ أنا حابب أحكي كلمة مهمة جدا، وبرجع بأكد هذا تدريب مختلف، فخلينا نتفاعل مع بعض، نحن عائلة واحدة وفريق واحد والمصلحة واحدة والهدف واحد، فلازم إنه نوصل للي بدنا إياه يعني، ونكون صرحاء مع بعض، تمام؟ فلازم تتفاعلوا معي في التدريب هذا، التفاعل شيء مهم جدا. لما اقول اسال سؤال اكتب في صندوق الاسئله او ارفع ايدك، اتفاعل معي عشان نحصل على الفائده القصوى ان شاء الله مع بعض. اللي حابب اقوله
أول شيء بدي أسأل سؤال، بقدر أكون معكم اليوم صريح ولا بدكم يعني أجاملكم؟ يا ريت تكتبوا في صندوق الأسئلة، بدكم ياني أتكلم معكم بصراحة مطلقة ولا بدكم ياني أجاملكم؟ تمام، ما شاء الله كله بصراحة بصراحة بصراحة، أكيد تمام. ليش بدي أتكلم معكم بصراحة؟ لأنه نحن فريق واحد، نحن في مركب واحد، سواء أعضاء فيردا وان، سواء البورد أوف دايركتور، سواء العاملين والموظفين في فيردا وان، نحن في مركب واحد وتحت رؤية واحدة وميشن وهدف واحد. فإذا ما كنت أنا معكم صريح، أو الأبلاين تبعك أو السبونسر تبعك معك صريح، أو أي شخص من القادة معك صريح، اللي بيكون معك صريح يعني اللي بده مصلحتك، اللي بده إياك تستفيد الفائدة القصوى، اللي بده إياك تحقق النتائج المرجوة بأعلى شيء. أما المجاملة أوكي ما بتفيدك. نحن عندنا العرب في مثل أوكي، الإنسان ممكن الناس ما بتحب الصراحة، ممكن الناس بتحب ما بتحب الشدة، بس في عندنا مثل نحن العرب بقول لك يا بخت من بكاني وبكى علي. اللي بيكون شديد معك يعني بيخاف عليك وبده يوصلك لقمة النجاح، واللي بيكون عم بتجاملك وبتضحك معك عم بيضحك الناس عليك. فانت لازم هذا في النهاية البزنس تبعك، فيردا وان هي البزنس تبعك، هي الأداة اللي حتحقق لك كل أحلامك وأهدافك. فلازم انه اكون انا، وانتم كلكم ما شاء الله كتبتوا لي صراحة مطلقة، واشكركم هذا الشيء انه انا حتكلم معكم بصراحة مطلقة من اخ لاخوانه عشان نوصل للقمة مع بعض ان شاء الله. طبعا في هذا الوقت انضم الينا محبوب الجماهير الاخ حسين اللواتي. حسين اهلا وسهلا فيك، ويا ريت نسمع منك شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخو الجماهير ومحبوب الجماهير، نحن نعرفه طبعا لا شك. فطبعا شكرا جزيلا للإخوة والأخوات اللي شاركونا، التدريب مهم جدا. كنت أتمنى أنه العدد من الإخوة والأخوات اللي موجودين يكونوا ضعف هذا العدد، ولكن معلش بكرة راح يكون عندنا أيضا تدريب باللغة الإنجليزية. محمد على بركة الله، وأنتم ما شاء الله عليكم بديتوا، وأعتذر على التأخير، بس أيضا كان عندي مكالمة مع الأخ وقاص وتوني خلصتها. أهلا وسهلا فيك حسين، وأنت متواجد معي، خلينا إذا في أي أسئلة أو شيء أو تفاعل نكون مع بعض إن شاء الله. طيب، حكى حسين كلمة رائعة وقال إنه عشان أبدأ الصراحة من الآن، وقال انه كان يتمنى وكلنا كنا نتمنى انه القاعة تكون فل، انه يكون العدد اكبر بكتير من اللي موجود، ونحن كلنا هون اعضاء في فيردا وان، فانا عم بتكلم بصراحة مطلقة. تمام، شوفوا يا اخواني واخواتي بكل صراحة، اللي ما بينجح في مع فيردا وان وما بينجح في الحياة ما يلوم الا نفسه. ليش؟ لانه بيكون هو الانسان اللي ما أخذ بالأسباب وما بذل المجهود الكافي عشان ينجح. هاي نقطة مهمة جدا. أنا راح أحكي لكم شغلة مهمة، بتعرفوا إنه التدريب هذا مش مسجل؟ الناس كلها عم تطلب من زمان، بدنا تدريب على الباك أوفيس، بدنا تدريب على الباك أوفيس، بدنا تدريب على الباك أوفيس، وقررنا نعمل تدريب على الباك أوفيس وما سجلته، مش مسجل، ما حيكون في ريكوردينج على اليوتيوب. تعرفوا ليش؟ لأنه اللي يستحق التدريب هذا هو الشخص الملتزم، هو الشخص المنضبط، هو الشخص اللي فعلا بده ينجح، هو الشخص اللي أنا لما فتحت القاعة قبل ربع ساعة كان موجود بقلب القاعة. مو إذا التدريب الساعة 7 أو الساعة 8 بيدخل بعد 10 دقائق، بعد ربع ساعة، بعد نص ساعة. انت اذا اليوم عندك انترفيو، مقابلة عمل براتب 2000 او 3000 او 4000 دولار، اذا المقابلة الساعة 8، اي ساعة بتكون متواجد في مقر الشركة؟
على الأقل بتكون متواجد قبلها بنص ساعة. عشان شو؟ عشان تأخذ وظيفة بألف أو ألفين دولار. عشان شو؟ عشان يزيد دخلك أو مرتبك يمكن $500 على المرتب اللي قبله. عشان شو؟ بكل احترام وبكل تقدير للجميع، عشان تكون عبد في الوظيفة، عبد للوظيفة بمرتب أعلى شوي. أما في بيزنسك الخاص، في بيزنسك اللي راح يعمل لك ملايين الدولارات، في بيزنسك اللي راح يغير حياتك وحياة أولادك توتالي، بنقول التدريب الساعة 7 بتدخل الساعة 7:30. أعلننا عن التدريب وبعتنا إيميلات وبعتنا واتسابات، ومبارح في الفايبس حكينا عنه، واللي موجود هو الإنسان الملتزم، هو الإنسان اللي بده ينجح. أما اللي مش ملتزم وما بده يدخل التدريب هذا، ما إله الحق إنه يقول ليش أنا ما نجحت. ليش ما نجحت؟ لأنك أنت السبب، لأنك أنت إنسان مش ملتزم، لأنك أنت إنسان مش منضبط، لأنك أنت إنسان مش عارف قيمة الفرصة اللي بين إيديك، مش عارف قيمة البزنس اللي بين إيديك. لأكون صريح معكم أكثر، إذا أنت اليوم فتحت، كل إنسان على وجه الأرض نفسه أنه يشتغل في عالم التجارة، نفسه أنه يشتغل كبزنس مان أو كبزنس وومن. إذا أنت اليوم بدك تكون بزنس مان أو بزنس وومن وفتحت بزنس تقليدي بمليون دولار، أي بزنس تقليدي في الزمن هذا هلأ في الوقت الحالي بدك تفتحه أقل من مليون، ما بيساوي لك شيء. ليش؟ لأن الحيتان راح تاكلك، يا بتكون حوت يا الحيتان بتاكلك. زمن إني أبدأ صغير وأكبر شوي شوي في البزنس التقليدي انتهى. لو أنت حاطط اليوم في أي بزنس تقليدي مليون دولار، نص مليون دولار، كم ساعة بتعطي للبزنس تبعك؟ تشتغل 24/24. عندك شيء مهم في البزنس تبعك بتروح قبل بربع ساعة ونص ساعة، بتنام في قلب البزنس تبعك. ليش؟ لأنك دافع مليون دولار، خايف عليهم، خايف تخسرهم. مع انه البزنس التقليدي ابو مليون دولار في احسن الظروف، في احسن الظروف، في احسن الظروف في الوقت الحالي، في احسن الظروف في الوقت الحالي. في سؤال بس اطلع عليه. مع انه في احسن الظروف، في احسن الظروف في الوقت الحالي، البزنس التقليدي اذا حاطط مليون دولار يعني بده على الاقل 3-4 سنوات لترجع راس مالك بس، وبعدين تبدا تكسب منه. وفي احسن ظروف تكسب 10%، يعتبر بزنس ناجح كامل في البزنس التقليدي. بس النقطه المهمه جدا ان الناس فاهمه مبدا الربح والخساره غلط. الخسارة مو هو الشيء اللي بيطلع من جيبتك، الخسارة مو هو اني انا بديت في بزنس مليون دولار فخسرت، بدي اركز عشان ما اخسر مليون دولار، لانه اذا خسرت المليون دولار فانا خسرت. صحيح هذا نوع من الخسارة، بس الخسارة الاكبر بتاع شو هي؟ هو الشيء اللي لازم تكسبه وانت ما كسبته لانك ما اخذت الموضوع بجدية وبتركيز وبالتزام وبانضباط. الخسارة الأكبر هو الشيء اللي لازم تكسبه وانت ما كسبته بسبب تكاسلك، بسبب عدم عملك، بسبب عدم أخذك بالأسباب، بسبب عدم انضباطك. انتوا قلتوا لي أكون صريح معكم، وأنا بدي أكون صريح لأني أنا خايف عليكم. عشان هيك اللي موجود معي بالقاعة اليوم هو فقط حيشوف الباك أوفيس تريننج، ومش حيكون مسجل، وما في حدا تاني حيشوفه. لحنا بدنا ناس ملتزمين تشتغل معنا، مو ناس تعطيك أعذار. في هالحياة عندك حل من اثنين، ما بتقدر تحصل، يعني بتحصل على واحد من الاثنين، يا أما أعذار يا أما دولار.
يا إما أعذار يا إما نجاحات، يا إما أعذار يا إما إنجازات، شو بتختار؟ في النجاح ما في أعذار، ما في excuses. لما بدأت النتورك ماركتينج قبل 22 سنة كنت أستنى الأبلاين تبعي، السبونسر تبعي بالساعات عشان يعطيني معلومة ويدربني شيء، مو صاحب الشركة أو البورد. الأبلاين العادي اللي دخلني كنت أستناه بالساعات عشان يعلمني. نحن هلأ بنقول التدريب الساعة 7 أو المحاضرة الساعة 7، بتفوت حضرتك بعد ربع ساعة، بعد نص ساعة، وبعدين بتقول ليش ما عم بنجح. يا أخي أنت السبب. People do what you do not what you say. فهذا اللي أنا حبيت أحكيه قبل ما ندخل تدريب الباك أوفيس. نيجي على تدريب الباك أوفيس. طبعا من صفحة فيردا وان مثل ما قلت لكم هذه ديمو، بدخل على الموقع، وأكيد كلكم تعرف كيف تدخلوا على الموقع على الباك أوفيس. بيطلع مباشرة عندك الباك أوفيس بالشكل التالي مثل ما موجود عندنا، تمام؟ هذا الباك أوفيس، وكلكم أكيد فايتين على الباك أوفيس تبعكم وبتعرفوا. حناخدهم فيتشر فيتشر، نقطة نقطة، وأفرجيكم شو قوة الباك أوفيس. أول شيء بتعرف إنه الباك أوفيس هذا تبعك هو الشركة الخاصة تبعتك، مكلفيتك $50 بس. أنت اليوم إذا بدك تفتح بزنس تقليدي وتعمل شركة، قديه بكلفك تأسيس الشركة بكل أقسامها؟ قسم مبيعات، قسم مشتريات، قسم تقارير ومتابعة، قسم تسويق، قسم ماركتينج، قسم بيعطيك تقارير مالية، قسم محاسبة. حيكلفك آلاف وعشرات الآلاف من الدولارات بس للتأسيس. وللأوبريتينج عشان إنك تشتغل فيه في آلاف الدولارات شهرياً تدفعها عشان تستمر الأوبريشن هاي والعمليات هاي. بتعرف إنه الباك أوفيس هذا اللي هو شركتك، بتعرف إنه هو عبارة عن شركة كاملة فيها كل الأقسام اللي في الشركات التقليدية بتكلف عشرات الآلاف من الدولارات موجودة عندك؟ هلا هون حتشوف مبيعات ومشتريات وتواصل وتسويق وأمور مالية وتقارير مبيعات وكل شيء انت محتاجه. انت معك أداة، هذا الباك أوفيس هو الفراري مثل ما قلت امبارح اللي حتاخدك لأحلامك وأهدافك بأسرع وقت. لو انت ما بتعرف تسوق الفراري او ما بتركب فيه، ما بتمشي فيه، ما فيك متر واحد لقدام. واذا ما بتعرف الأداة هاي وبتعرف تسوقها مظبوط، ما بتعرف تمشي فيها كمان متر واحد لقدام، ما بتعرف تحقق اي شيء من احلامك واهدافك. فنيجي هلا للباك اوفيس، ناخذهم واحد لواحد وبعدين نفتح باب الاسئله. اول شيء مثل ما قلنا اللي حتشوفوها هون الارقام والنتورك والامور هاي كلها، هذا موقع ديمو بس فيه كل شيء كانه حقيقي، تمام؟ فنيجي اول شيء بتشوفه، بتشوف اسم الموقع ديمو 1. بس تفوت اضغط على ديمو 1، يا بتعمل لوج اوت تطلع برا، يا بتضغط على بروفايل. اضغط على بروفايل. تعرف شو الميزات اللي هون لازم تسويها؟ شو الاشياء اللي لازم تسويها؟ رقم واحد، عندك القدرة انك تعمل ابلود لأي ايمج بالبروفايل تبعك. مثل هون انا عامل ابلود للوجو تبع فيردا وان. تاني شيء، هاي المعلومات كتير مهمة وكتير لازم تتعبى، ولازم تتعبى بطريقة صحيحة، تتأكد ان المعلومات اللي بتحطها كلها صحيحة. لانه عشان في البلوك تشين وفي تقنية البلوك تشين، وعشان تسحب بكرة ارباحك وعمولاتك
وتكون بطريقة منظمة تضمن حقوقك في شيء اسمه KYC. KYC Know Your Customer، فلازم معلوماتك الشخصية تكون حقيقية. البنك ديتيلز والبي تي سي ديتيلز واليو اس دي ديتيلز لازم تكون حقيقية وصحيحة، لأنه هون بهدول حتستلم أرباحك وعمولاتك. ناخذهم واحدة واحدة. Personal Information، كل واحد حاضر معي اليوم لازم يروح يعبي البيرسونال انفورميشن تبعه ويتاكد انه معبيه صحيح. نيجي نشوف كيف بدي اعبي واظبط الامور، وهي ضروره ماست. ليش؟ عشان لما نيجي بعد فتره نقول لك لازم KYC بيعتمد على البيرسونال انفورميشن تبعك. تضغط على ابديت بروفايل، تفتح عندك الصفحه، في معلومات ما بتقدر تغيرها الا عن طريق الشركه مباشره، مثل اليوزر نيم ما بتغير، مثل الايميل، بس بتقدر تحط alternative email يعني ايميل تاني. تقدر تعدل وتطور الرقم تبعك، لانك انت ممكن سافرت غيرت رقمك، ممكن تحط رقم تاني. هون المعلومات المهمة، اي شيء عليه علامة حمراء لازم يتعبى. العنوان تبعك، السيتي تبعك، المدينة اللي انت فيها، الدولة اللي انت فيها، الاي دي كارد تبعك، سواء كان درايفنج لايسنس، هويه، اي دي، سوشيال سيكيورتي نمبر، وات ايفر، الرقم بدك تحطه مع الاي دي كارد، والباسبورت نمبر تبعك، رقم جواز السفر. هون حيسالني بعض الاشخاص، اذا انا عندي بس جواز سفر ما عندي اي دي، او عندي بس اي دي ما عندي جواز سفر، شو اساوي؟ بتحط نفس الرقم بالتو فيلز هدول. الكين نيم، تعرف شو يعني الكين نيم؟ يعني مين الشخص اللي بعد عمر طويل مؤهل انه يدير الشركة هاي او الباك اوفيس هاي بكل ارباحها. يعني مين هو الوريث تبعك اللي بحق له بعد عمر طويل، الله يطول بعمر الجميع. ليش عملنا هذا الشيء؟ عشان نحافظ على حقوق الناس. مثل ما دائما اللي احنا بنحكي، نحن شركة لتبقى، وجدت لتبقى لأجيال قادمة. فأنت إنسان البزنس تبعك شغال وعم بيكسب ويعمل أرباح، ولا سمح الله توفى، الموت مكتوب على الجميع، أرباحه هاي حتروح منه؟ لا، بيكون محدد وريث له. وعلاقة الوريث، أبوه، أمه، زوجته، أخوه، صاحبه، ابنه، بنته، ابن عمه، انت حر. وفي اي لحظة من اللحظات تقدر تعدل المعلومات هاي لو اطلع عليها تغيير. تقدر ترفع بيكتشر مثل ما قلنا ايمج، تقدر ترفع صورة الاي دي، تقدر ترفع صورة الباسبورت، تقدر ترفع صورة توقيعك الرسمي اذا بدك. هاي اشياء مش اجبارية، الاجباري فقط اللي عليه علامة حمراء. اوكي، بتقدر ترفع حتى صورة الوريث تبعك، وبعدين بتضغط ابديت انفو. كل انسان لازم يعمل هذا الشيء لانه مهم جدا، بخصوصا بالكي واي سي. بعدين كل انسان لازم يحط البنك ديتيلز تبعه، عشان بكرة لما يطلب عمولاته عن طريق وارباحه عن طريق البنك، الشركة تعرف كيف توصل له الفلوس. فنفس الشيء اللي بالعلامة الحمراء، بس تضغط ابديت على البنك ديتيلز، لازم تعبيه، الفول نيم تبعك، الادرس تبعك، الاقامة تبعتك، السويفت كود تبع البنك، رقم الحساب تبعك، الايبان تبعك، اسم البنك، اذا في فرع انت حسابك في فرع تحط الفرع تبع البنك، عنوان البنك، ورقم تليفونك، والدولة والمدينة، وبتعمل update details. تأكد ان المعلومات صحيحة، لان لو المعلومات صحيحة الشركة مش المعلومات مش صحيحة الشركة مش هتقدر توصل لك العمولات تبعتك والارباح لما انت تطلبها. go back، انت بتتعامل بالبي تي سي، عندك بي تي سي wallet وبدك ارباحك وعمولاتك تيجي على البي تي سي، تضغط على البي تي سي، تعمل update بي تي سي، بتضيف الكيو ار كود تبع الوالد تبعك، وبتضيف الديتيلز تبع الهاش كي بيسموه تبع البي تي سي تبعتك، وبتعمل ابديت. ولازم تتاكد انه صحيحه،
بالذات في البي تي سي وفي اليو اس دي تي. تعرف ليش؟ لانه اذا حطيت هاتشكي غلط العمولات حتروح لولد تاني ومش حترجع. هاي مسؤوليتك، هذا بزنسك. واخر واحده في البروفايل اللي هي اليو اس دي تي ديتيل، بدك تحسب تسحب عمولاتك عن طريق هذول الناس اللي بيعرفوا عندهم والتس وبيعرفوا في الديجيتال وورلد والكريبتو وورلد. كمان تعمل ابديت وبتحط الكيو ار كود ابلود له وبتحط معلومات الوالت تبع اليو اس دي تي وبتعمل ابلود. سهله؟ اكيد سهله، لا هي كيمياء ولا هي فيزياء. فهاي اول شيء اتعرفنا عليه في البروفايل تبعك، كيف تحط معلوماتك الصحيحه، كيف تحط معلومات البنك، معلومات البي تي سي، معلومات اليو اس دي تي، كل الامور واضحه. فهلا اذا في اي سؤال قبل ما ننتقل للموضوع اللي بعده، اذا في اي سؤال اكتبوا الاسئله تبعتكم عشان نجاوبها. ولحد ما تكتبوا اسئلتكم، حسين اذا بتحب تشاركنا في اي شيء او تحط الانبوت تبعك على الموضوع هذا. وعلى الموضوع حسين كمان حبيبي، على الموضوع تبع اللي بديت فيه اللي هو الصراحه والكلام اللي حكيته بعد ما اخذت اذن الصراحه، فيا ريت تعطينا تعليقك. اولا يعني الى ان طبعا يكون في اسئله، نحن هذا التدريب في الواقع كان بناء على طلب من الاخوه والاخوات اللي موجودين حول العالم كلهم، وبالتالي ارتئينا ان نسويه بثلاث لغات. واتمنى انه لما ان شاء الله يطرح معرف محمد، طبعا هو المعني بالموضوع في خلال التدريبات، انه راح نخلي فيديو تسجيل لهذا التدريب على اليوتيوب، ومتى هذا يكون جيد. واتمنى من كل الابلاينز ومن كل القاده انه يدعو كل الاخوه والاخوات اللي موجودين في فرقهم انه يحضروا التدريب، حتى لو كان بكره، لانه كثير من الامور راح تستوضح حتى لو كانت باللغه الانجليزيه. يبدو في سؤال محمد. ممكن كتابه اسمين بالنسبه للورثه؟ لا، اسم واحد. هي فعليا مش ورثه، هذول الورثه بياخذوا كل ارباحك حسب الشرع والقانون. اوكي، بتوزع. هي فعليا مين الشخص كين بيرسون؟ والشخص المخول لإدارة المكتب الخاص في حالة غيابك. تمام. السؤال اللي بعده، متى تنزل الخطة التسويقية في المكتب الخلفي؟ أنا ما فهمت الخطة التسويقية كيف ممكن تنزل في المكتب، ما أعرف. هل يا ترى يعني توضح أكثر يعني؟ ما أيوة. ما فهمت السؤال. أوكي، ننتقل للسؤال اللي بعده. Match the QR code. سلام عليكم. اوكي، انه نحن يكون عندنا QR code موجود في الصفحه، وبالتالي ممكن من خلال QR code الواحد يدخل على. اوكي فاين، that's a good idea. خليني محمد اخذ نوت واتكلم مع الاخوه المعنيين في هذا الموضوع. QR code. تمام. تمام، تفضل حبيبي. عفواً، في سؤال، بي تي سي واليو اس دي تي، من وين نحصل على البي تي سي أو اليو اس دي تي؟ أنت أرباحك يا أخ سعيد، أرباحك مع فيردا ون، كيف بتقدر تسحبها كعمولات عن طريق الشركة؟ يا إما تطلب تحويلها على البنك، ونحن ما منفضل البنك لمصلحتكم كتير. ليش؟ لأنه رسوم التحويل عبر البنك والوقت اللي بياخده بكلفكم كتير، وهاي الرسوم بتكون على الشخص اللي طالب الفلوس. تمام؟ يا إما عن طريق البيتكوين أو اليو اس دي تي. البيتكوين واليو اس دي تي هي عملات رقمية، وكل الناس يتجه للعملات الرقمية هلأ وللبلوك تشين والتقنية هاي. فأي إنسان خبير في العملات الرقمية بيفتح والت، محفظة إلكترونية، في مكان، في منصة تداول معترف فيها وقوية ومعروفة عالميا، وبصير يطلب عمولته سواء كبي تي سي أو كيو اس دي تي، وهو بعدين بطرقه الخاصة بيقدر يحولها للدولار وكذا عن طريق المحفظة الإلكترونية تبعه. طبعا هذا الخيار
موجود للناس اللي بتعرف في الديجيتال وورد والبلوك تشين والعملات الرقمية. اللي ما بيعرف عنده البنك أو التحويل عن طريق البنك، بس العالم كله متوجه هلا حاليا للديجيتال وورد. قصدك الخطة التسويقية هي المحاضرة أخ حاتم اللي نحن بنعملها وسجينها وموجودة على قنواتنا على اليوتيوب، محاضرة العمل؟ أيوة أيوة. فإذا هذا ما له شغل بال، قصدك هو ما له، بس هي فكرة رائعة جدا، يا ريت حسين نحط نوت عليها، اللي هي ممكن نعمل في الباك أوفيس في المستقبل إن شاء الله القريب داونلود كورنر، ونحط عليه كل الباوربوينت والبي دي اف الرسمي تبع الشركة والفيديوهات الرسمية للشركة، بحيث أي إنسان يدخل يعمل داونلود لباوربوينت أو لبي دي اف أو لفيديو. جميل جميل ممتاز، أحييك عليها وإن شاء الله سنطبقها بإذن الله. هذا حاتم، هذا حاتم والأقرع على الله، ما شاء الله ما شاء الله. طيب نبدأ عاد أظن بالبروفايل الأمور واضحة، ننتقل للشيء الثاني في المكتب. طبعا بجانب الاسم تبعك في شو اسمه الجرس، هذا انا اتمنى انه كل الناس عارفه شو هذا الجرس، وهي اضافه كثيره في المكتب، اضافه رائعه في المكتب الجديد تبعنا، وهي النوتيفيكيشن. اي شيء بيصير في الباك وفي التيم تبعك بيظهر عندك نوتيفيكيشن. يعني هون في الديمو اكاونت هذا عم بقول لك في نوتيفيكيشن انك انت حصلت you earn direct commission in purchase of package beginner by username demo 14. يعني ديمو 14 في الفريق تبعي اشترى beginner back فطلع لي direct commission، لانه ديمو 14 direct الي اعطاني نوتيفيكيشن. مش بس هيك، لما ديمو 14 اشترى حتى لو مو direct الي بيعطيني نوتيفيكيشن انه عمل update package، اشترى يعني لا beginner دايركت كوميشن، بتنزل دايركت كوميشن باكج ابديت، دايركت كوميشن باكج ابديت، تيم كوميشن، حتى لما تعمل باينري كوميشن بيعطيك. اي عمليه بتتم في الفريق تبعك من مبيعات او عمولات بتطلع لك مباشر باينري او ابجريد على الباكج، دغري اول ما تدخل بتلاقيها بالنوتيفيكيشن عند الجسر عند الجرس هذا. شغلات تانية بتلاقيها بالصفحة الأولى في الداشبورد لما تدخل، الانفايت. الانفايت من أروع الشغلات اللي ممكن تشوفها في هذا الباك أوفيس، وبتريحك كتير. يمكن في الماضي كنت عشان تسجل واحد لازم تعمل كوبي لللينك تبعك ليفت أو كوبي لللينك تبعك رايت، وتبعت له اللينك وهو يدخل، ومرات يقول لك ما اشتغل، بكون في اثناء ما بعثت له صار غلط، او انت عم تعمل له الكوبي والبيست راح منه رقم او حرف او خانه فما اشتغل وسبب مشاكل، صحيح ولا لا؟ كانت كتير تصير مع الناس. ولما تستخدم الكوبي ليفت لينك او الكوبي رايت لينك، واحد يسجل فعليا عن طريق انك انت بعثت له اللينك تبعك اليسار او اليمين عشان يكتب الموقع تبعه، لازم يوصلوا ايميل من الشركة على ايميله اللي مسجل فيه ويعمل confirmation، صحيح ولا لا؟ اكيد انتوا جربتوا هذا الشيء خلال الفترة الماضية، وفي ناس كتير كانت ما تشيك الايميل تبعها او الايميل يوصل على الجنك مثلا، يعني يسأل كتير انه انا ما وصلني ايميل، الايميل اتأخر، وصل بعد فترة. الكلام هذا كله هلا انت ممكن لحد الان تشتغل بهاي الطريقه، انك تعمل كوبي للليفت لينك كوبي للرايت لينك، مع اني انا ما بحبذها، وتبعتها للناس. وكل التحديات اللي كانت بالاول الاي تي تبعنا حلها بنسبه 99%، بوصل الايميل بسرعه والامور هاي كلها. بس الاروع من هيك الانفايت. الانفايت اذا بتضغط انفايت بدك تدعي اي شخص، بقول لك اختار باي جهه بدك تحطه، يمين ولا يسار، بتقول له بدي احطه مثلا باليسار، تمام، وبتقول له بدك فول نيم، بتحط اسم الشخص، انا بدي ابعت مين مثلا، بدي ابعت لحاتم البريكي،
مثل ما قال حسين حاتم والأجر على الله. صديقي حاتم الراكب بعت له دعوة رسمية وبحط إيميل حاتم وبعمل سن أو بعمل إنفايت، تمام؟ شو بصير؟ طبعا أنا بكون متواصل مع حاتم وقايل له أنا بدي أبعت لك دعوة رسمية من شركة، شوف البروفيشناليتي والاحترافية في الموضوع. حاتم حيوصله إيميل دعوة رسمية من الشركة من فيردا وان، وبالإيميل حنقول له إنك أنت تم دعوتك من ديمو وان، لا وشرح بسيط عن الأوبورتيونيتي وبس، بتقول له ريجستر. حاتم بضغط من الايميل تبعه ريجستر، بتاخده على الفورم اللي يعبي فيه المعلومات تبعه، تمام؟ واللي بصير كالتالي، بس يعبي المعلومات تبعه اوتوماتيكلي بيكون هو كونفيرمد كاستمر، لانه جاوب على ايميل رسمي من الشركه، ما انه محتاج يوصله ايميل من الشركه ويعمل كونفيرم عشان يتكتب الموقع تبعه. شفت شو فائدة الخطوة هاي بالإنفايت؟ وأنا بفضلها أكثر من أنك تعمل كوبي لللينك سواء ليفت أو رايت. وببين لك كمان في الباك أوفيس الرانك تبعك، يعني هذا الديمو 1 ما شاء الله الرانك تبعه سيلفر ستار، يعني حسين هذا كسب البروموشن تبع السمت، حيكون معنا ديمو 1 في السمت ما شاء الله. أيوة 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 صحيح. وببين لك الباكج اللي انت شاريها، هذا شاري ابيكس، تمام؟ طبعا هاي برجع باكد ما تفكروا انه في شخص حقيقي اسمه ديمون، هذا مجرد تيستينج ديمونستريشن. فهاي الاربع الخمس ايكون اللي هون، نيجي هلا للجراف بعدين نيجي للنقاط هاي. اول ما يطلع بيطلع عندك الاس تي او في ريت جراف، ببين لك سعر الفي ريت. تتذكروا لما كان الفي ريت عنا بعشرين سنت؟ هيو بقول لك هذا بعشرين سنت. هلا سعر الفي ريت عنا في تاريخ 6/5 مثلا كان 25 سنت. فهون ببين لك السعر، الجراف تبع الفي ريت كم سنت، عشان تعرف قد ايه لما تدخل سعر الفي ريت اليوم ان شاء وقد ايه حسب الفي ريت عندك قد ايه قيمتهم بالدولار. في نقطتين تانيين مهمين جدا، الليفت والرايت بي في، الليفت والرايت بي في. كمان كير ببين لك يوميا قد ايه بيدخل عندك نقاط عمل في اليسار قد ايه بيدخل عندك نقاط عمل في اليمين. يعني هون في تاريخ 24/5 دخل ليفت نقاط عمل 110,000 بي في، في 25/5 دخل 6,000 بي في، في 26/5 دخل 500 بي في. تقدر تعرف يوميا قديش نقاط العمل عم بتفوت عندك يمين ويسار. مش بس هيك، الكيرف هذا ابديتد اوتوماتيكلي، يعني هلا لو صار بيعة عندك تظهر مباشرة بالكيرف هذا. مش بس هيك، الكيرف هذا كمان لما تعمل له، انت عم تدور على الليفت نقاط اللي باليسار، لما تعمل له كومبير وذ رايت، تمام؟ شو بصير عندك؟ بس تحط على النقطة بتاريخ 24/5 بقول لك دخل عندك باليمين 110,000 بي في، دخل عندك باليسار 95,000 بي في. في 25/5 بقول لك دخل عندك في اليمين 10,500، دخل في اليسار 6,000. في 26/5 بقول لك دخل في اليسار بس 500، ما دخل شيء باليمين. فبتقدر تعرف بالضبط قديش عم بيدخل عندك يوميا، تقدر تراقب. هذا كله تقارير مبيعات، لو انت شركة خاصة بدك توظف ناس تعمل لك اياها، شركة فيردا وان عملت لك اياها كله اوتوميتد،
تقدر تعرف بالضبط قديش عم بدخل عندك يوميا يمين، قديه بدخل عندك يوميا يسار كنقاط عمل، يعني كمبيعات، لانه نقاط العمل هي في المبيعات. مش بس هيك، تيم اوفر فيو. التيم اوفر فيو بتقدر تعرف قديش دخل عندك اشخاص، مش بس نقاط عمل ومبيعات، اشخاص في اليمين واليسار. هلا بالليفت تيم تعمل كومبير مع رايت، وبتيجي هون في تاريخ 24/5 دخل عندي 2 في الرايت 4 في الليفت. شفتوا كيف؟ بين لك كأشخاص في تاريخ 25/5 دخل عندي 3 في الليفت 2 في الرايت. في تاريخ 26/5 دخل 1 في الليفت، في الرايت ما دخل شيء. فبتقدر من الكيرف هاي ومن هاي الايكونز تعرف سعر الاس تي او بلحظتها، تعرف قديش نقاط العمل والمبيعات اللي صارت عندك يمين ويسار بلحظتها، تعرف قديش الاشخاص اللي انضموا لفريقك يمين ويسار بلحظتها. قبل ما ننتقل للي بعده، في اي سؤال؟ اترك مجال للاسئلة، واذا بده يضيف اي شيء حسين ممكن تشارك معنا هلا. حبيبي عندك الموضوع. حبيبي حسين، انت في اي لحظة بتحب تشارك افتح المايك وشارك. الله يخليك، تسلم يا محمد من ذوقك. اظن واضحة وما في اي اسئلة. نكمل بالايكونز اللي بعدها، المربعات اللي على اليمين هاي شو معناها؟ ليفت بي في، نقاط العمل اللي عندك باليسار كاملة. شو عندك نقاط عمل من اول يوم دخلت في فيردا وان في اليسار بتبين هون، شو عندك نقاط عمل في اليمين بتبين هون. ليفت كارد فورورد اللي هي بتعرف انت لما العمولة تنحسب بياخدوا النقاط على الجهة الاقل وبخصموا مقابلها نقاط في الجهة الاقوى، فالجهة الاقوى دائما بيكون في نقاط زيادة. النقاط الزيادة هاي بيسموها المتبقي من النقاط اللي بيضل برصيدك للمستقبل، كارد فورورد. فهون الجهة اليسار اعلى من الجهة اليمين، فالكارد فورورد عندك باليسار. يعني انت لو لما تدفع العمولات هتدفع على 105500 بي في على اليمين مقابل 105500 بي في على اليسار، وبيضل عندك 11000 بي في على اليسار في رصيدك محفوظين لك، بس يصير في نقاط مقابلهم في الجهة اليمين تاخذ عليها عمولة. ال V rate points against package 240,800 V rate points عن ديمو 1. شو هي هاي؟ هاي ال V rate points ال STO اللي حصل عليها مقابل الباكج اللي اشتراها. اشترى Apex، اشترى Beginner، اشترى Master، اشترى Premium، مقابل الباقة اللي اشتراها شو حصل على V-Rate Points بسعر البوينتس او بسعر V-Rate في هداك اليوم. V-Rate Bonus هي ال In Advance Reward. انت اذا اشتريت Apex هيجيك In Advance Reward 150% الزيادة، هدية من الشركة مقدما اكثر من المبلغ اللي دفعته. عشان هيك لانه هذا اخذ أبكس، بتلاقي الفي ريت بونس اللي هي هديه من الشركه اعلى من النقاط اللي اشتراها في الباقه نفسها. هذا الرقم كيف احوله لدولار؟ بس اعرف قديه سعر الاس تي او اليوم 25 سنت، اضرب هذا الرقم في 25 سنت بيطلع قديه قيمته بالدولار، هذا الرقم قديه قيمته بالدولار. الويكلي ريزيرف مش انت بيطلع لك عمولات لما تصير مبيعات بالفريق تبعتك، والعمولات تظهر مباشرة هون قبل ما يصير الابديتس بعد اسبوع او اسبوعين وتصير في الوالت. الويكلي ريزيرف 30% عمولاتك انت، 70% بتاخدها كاش، 70% بتاخدها 30% بتاخدها
ريزيرف موفره لك تتحول لفيريت بوينتس مثل ما شرحنا في خطه الريبيتد سيل. فهون ديمو خلال 3 ايام عامل عمولات حوالي 21,800 دولار. 21,800 دولار، 70% منهم كاش، 30% منهم ريزيرف. بس يصير الكلوزنج ديت والابديت ويتحولوا افيلابل في الوالت، هذا الرقم بيروح وبصير ما يعادل قيمته فيريت بوينتس موجود عندك في الباكج زياده، وهذا الرقم بيروح على الوالت وبيبين عندك التوتال ايرن 21,000. انت اوتوماتيكلي ناو يو كومبليت وايرن اكسبت 21,000 دولار. واضحة؟ في أي أسئلة؟ بعطي دقيقتين إذا في أي أسئلة في هاي النقاط. في أي أسئلة يا شباب؟ في ناس عم ترفع ايده، اللي عم بيرفع ايده يكتب سؤاله، اذا بده يسال سؤال يكتب سؤاله في الشات بوكس عشان نقرا او في الكويشنز. حسين حبيبي حاتم بقول لك ضروري تنزل المحاضره هاي على قناة اليوتيوب عشان الأشخاص الجدد، شو رأيك؟ كم يدفع حاتم؟ شوف أنا أكون بصراحة أحكي لك يا حسين، القرار عندي مثل ما أنت قلت وبفكر فيه، بس بصراحة الناس الجدد يستحقوا إنه يحضروا المحاضرة هاي مسجلة، نعطيهم برايفت لينك مع باسورد يحضروها وتتغير الباسورد. اما الناس اللي ما حضرت اليوم وعارفه في المحاضره اليوم، يا اخ حاتم هل برايك يستحقوا انه يشوفوا هاي المحاضره ويتعلموا في الوقت اللي هن مرتاحين فيه؟ هل برايك يستحقوا هذا الشيء؟ معلش، نحن محمد مثل ما يقولوا نعطيهم انه نحمل اخاك المؤمن على 70 محمل. قد يكونوا منشغلين، قد يكونوا هذا، ونحن عائلتنا بصراحه نحن هاي جلسه غير عاديه في التدريب، مع نحن هن كل الموجودين اخواننا واخواتنا. صحيح. صحيح. جلسه غير عاديه، بس انا محروق وبتكلم بكل صراحه لانه الاتيتيود والسلوك والعقليه هاي، هدول الناس ما بدهم ينجحوا. ما عم بحكي عن حاتم او الموجودين، اللي بس بيقعد يشتكي وهو ما انه مستعد يقدم اي شيء عشان ينجح. الالتزام والانضباط اساسي. تسمح لي حسين اعطي معلومه، اكشف سر للحضور اللي موجود؟ تفضل حبيبي. حسين امبارح كان عندنا الفايبس والبورد اوف دايركتورز كلهم كانوا موجودين وكلهم تكلموا في الفايبس، صح؟ صحيح. جاوب انت، كم شخص من البورد كان امبارح موجود معنا وتكلم وهو عم بيضغط فوق طاقته الصحية، لانه للأسف هو في حالة مرضية كان بسهولة جدا ممكن يعتذر. كم واحد مننا كان مريض؟ نص البورد محمد، تقريبا نص البورد. نعم. تعرفوا يا شباب، عشان تدعوا بالسلامة والصحة للبورد، لإخوانكم في البورد، اثنين حاليا فعليا، الشخص الثالث كان مريض في شيء ثاني، بس اثنين حاليا وكانوا موجودين امبارح وبكل طاقتهم كانوا عم بيحكوا معكم، لأنه مصلحتكم من مصلحتهم، عندهم كورونا الله يشفيهم ويعافيهم، ومحجورين ما بيشوفوا أهاليهم، ومع ذلك بسبب الالتزام والانضباط دخلوا وتكلموا. مستر وقاص ومستر فيصل الاثنين under corona medication، صح ولا لا أحسن؟ صحيح. ولذلك
ولذلك نحن ندعو الأخوة والأخوات أن ندعو لهم بالشفاء إن شاء الله. ولكن لذلك أنتم يعني أمامكم إخوة وأخوات ناجحين، عندكم الآن شخصيتين موجودين في البورد أوف دايركتورز لفيردا وان، وتحت الضغط كورونا، لكن كانوا موجودين معكم، ومثل ما تفضل محمد يتحدثون معكم بكل طاقة، وهذا ما نسعى أن يتجدد ويكون معنا في القادة، قادة فيردا وان. لأنه يا جماعة الخير، واسمح لي محمد هذه الدقيقة أو الدقيقتين، تفضل تفضل تفضل. نحن أحبتي من أول يوم ومن أول دقيقة ودائما نكررها، شركة ستظل للأجيال، وستظل للأجيال إذا كان ما فقط أعضاء البورد هم النشطين وذوي الطاقة، وإنما كل شخص فينا موجود اليوم وأمس وبكرة في فعاليات فيردا وان يكون عنده نفس الطاقة، وبذلك سنكون في العالم في خلال أقل من 6 شهور. العالم، نحن فقط الآن في 35 دولة فقط، والعالم في كم دولة أخي محمد؟ 188 دولة معترف فيها. بالضبط، نحن نريد نكون ما في ما أقل من 70 إلى 80 دولة. وتوني أنا مخلص اجتماع مع الأخ وقاص، وخلص نحن أدينا دورنا لمدة سنة ونص مع القادة والدول اللي تحركنا معاها. الآن يتحتم الدور علينا إنه نفتح دول أخرى، وبالتالي الآن بتشوفون إنه مجلس إدارة فيردا وان راح يركز على فتح 12 إلى 15 دولة أخرى، وبالتالي نريد الطاقة هذه تكون موجودة. نحن الآن اللي نقدم كبورد أوف دايركتورز، نقدم البرزنتيشنز ونقدم الترينينجز ونقدم كل هالأمور، نتمنى وبدأنا هذا في اللغة الفرنسية وسنبدأها باللغة العربية. أنا اليوم أريد حد يرفع إيده ويقول أنا مستعد البرزنتيشن العربي القادم أنا أقدمه. نحن نريد هذه الطاقة في فرقنا وقادتنا، لأنه مستعدين نعطيهم من دم الطاقة والتجديد اللي موجود في البورد أوف دايركتورز. فبالتالي أخوتي أخواتي، حان الوقت، ترى في يعني in no time، في وقت قصير جدا بتشوفوا 35 دولة صارت أكثر من 70 و80 دولة. نعم، هذا هو اللي راح يصير، وبالتالي نتمنى هذه الطاقة تكون موجودة، وبالتالي أيضا نتمنى إنه البرزنتيشنز الكونسبت العروض التسويقية ما تفوت على أي واحد مننا من غير ما يكون مع ضيوف. يا جماعة والله waste of time، صدقوني ترى مضيعة وقت إنه أنا أدخل البرزنتيشن 50 مرة وما معي ولا ضيف دخل. هذا ما تسويق شبكي، ونحن ما 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 نتفليكس وناسا، نحن شغل وطاقة. وشفتوا 6 أشخاص هذول دخلوا 35 دولة، ونريد مع وجود كل هذول القادة اللي اليوم موجودين معنا والملتزمين والمتجددين وأصحاب الطموح، إنه العرض القادم يكون في ما أقل من 200 إلى 250 شخص يحضروا إلى القاعة، ضيوف بالإضافة لكم. عموما هذا من عندي إن شاء الله. حبيبي حسين، وإن شاء الله قدها وقدود الشباب. واليوم هاي أحمد كالي قال إنه اليوم فتح دولة جديدة، ما شاء الله، كونغراتوليشن أحمد، ما شاء الله، عقبال الجميع يا رب. ممتاز طيب. ممتاز، نيجي هلأ نكمل الفيتشرز اللي موجودة معنا في الباك أوفيس. مثل ما مبارح حكيت بالفايبس، هذا الكالندر، هذا الجدول هو الانجن، هو المحرك الرئيسي إلك في عالم البزنس مع فيردا وان، وفي عالم التسويق الشبكي، وفي عالم النتورك ماركتينج. النتورك ماركتينج تيم وورك، ما في انسان بيقدر يعمله لحاله. شعار فيردا وان الرائع، اون شير جرو. اون لما يكون عندك باك اوفيس وعندك الباقه تبعك، اون خلصتها. الجزء الاساسي والعمود اللي بينبنى عليه كل التقدم والنجاح والانجازات والحريه الماليه هو الشير.
هو المشاركة. مثل ما قلت امبارح، هذا هو الفراري تبعتك، هذا لازم كل يوم تفوت وتشيك وتسجل في كل الايفنتات الموجودة. مش بس هيك، في ايفنتات بس للأعضاء مثل التدريب اليوم، في ايفنتات للببليك وهي الأساس. مثل ما قال حسين وقلت أنا امبارح، لما أقول لك في برزنتيشن، بزنس برزنتيشن بأي لغة وتحضرها أنت كممبر، أوكي مفيدة، نوع من التدريب، تسمعها أكثر من مرة بتتقن أدائها، ولكن ما إلها أي فائدة في البزنس تبعك إذا ما كان معك أشخاص جدد، إذا ما كان معك prospects. مثل ما قلت، لو تحضر 1000 presentation من غير ما تدعو أشخاص جدد يحضروا معك، ما بيعملوا لك دولار واحد في خطة الدخل. لو أنت أحسن واحد بيعمل presentation في الدنيا في Verda One، من غير ما تشارك البرزنتيشن هاي وتعرضها على أشخاص جدد، ما حيعملوا لك دولار واحد. هذا اللي بأكد عليك كل مرة. اليوم اللي حضور معي، اللي موجودين معنا بالقاعة، كل واحد عارف نفسه، كل واحد عنده تيم، بغض النظر هذا التيم كبير أو صغير. أكيد في بالتيم ناس ميتين وهذا وضع طبيعي، بس في ناس بتضل تحكي معك وتعطيك أسئلة وبدنا نشتغل بالأمور هيك. لازم تتابع معهم في التدريبات، في الإيفنتات، لازم كل التيم تبعك يحضر. في البرزنتيشن لازم كل التيم تبعك يحضر ويدعو أشخاص جدد، يدعو شخص اثنين ثلاثة، لو شخص واحد تأكد عليه يحضر معك أفضل من إنك تحضر لوحدك. هاي هي الأداة ببساطة شديدة. بتدخل مثلا، شو عندي؟ عندي الإنجليش برزنتيشن يوم 30/5، بضغط عليها بيعطيك التفاصيل. إنجليش برزنتيشن، السبيكر حسين اللواتي، الويبينار لينك عشان تسجل، وأي ساعة بتبدأ وأي ساعة بتنتهي. مش بس هيك، ضفنا لكم أداة رائعة وهي سن انفيتيشن، لأنه هذا الأساس. لازم بالذات للبرزنتيشن، يعني في الترينينج بتبعت الانفيتيشن لأعضاء الفريق تبعك عشان تأكد عليهم يحضروا. في البرزنتيشن بتبعت الانفيتيشن لأشخاص جدد عشان يعرفوا شو هي Verda One. هذا هو السر، سر حل كل التحديات في النتورك ماركتينج وفي Verda One. talk to people، share with others، تكلم مع الناس وشارك الفرصة مع الآخرين. طيب، نقطة مهمة جدا هاي خارج انه الباك اوفيس، انا بدي ابعت انفيتيشن لشخص اثنين ثلاثة لمحاضرة الانجليش، ابعت له هون احط ايميله وبس؟ لا، الانفيتيشن الى طرق اساسية، وانا حاكي تفصيل تدريبي عن الدعوة. بس الشخص اللي بدك اياه يحضر، واحد او اثنين او ثلاثة او خمسة وتقبر، لازم تتواصل معه شخصيا شخصيا وتقول له انا بديت مثلا بزنس جديد وحابب اعرضه عليك عشان اخذ رايك كيف ممكن اطوره. انا بديت شغل مع شركه عالميه وحابب اعرضها عليك عشان استفيد من خبرتك واخذ رايك. عندك وقت اليوم الفلاني عشان اعمل لك دعوه رسميه من الشركه؟ هيقول لك اوكي عندي وقت، بتفوت تعمل له دعوه، وبعد ما تعمل له الدعوه تتواصل معه وتتاكد انه وصله الايميل وسجل في الويبينار، وقبل الويبينار ب 24 ساعة بتذكره انه لا تنسى بكرة الدعوة الرسمية، بكرة الويبينار مع الشركة، وفي نفس يوم الويبينار قبل بساعتين بتذكره كمان. هذا البزنس لازم تبذل مجهود عشان تعمل ملايين. بس برجع بقول لك، هذا هو المحرك الأساسي لا
للنجاح لك في فيردا 1. قبل ما ننتقل للي بعده، في اي اسئله على الكالندر؟ ممتاز، سعيدة ما شاء الله، ما عندها أي أسئلة. شكرا سعيدة، شكرا، وتحياتي للجزائر وكل دول شمال أفريقيا، وتحياتي لمس نعمات كمان في مصر. طيب ننتقل على الفيتشرز اللي بعده، هاي الداشبورد. تمام، نيجي بعدها للشوب، الشراء بسيط جدا، بيين لك أسماء الباقات، أسعار الباقات، أدي الجائزة أو الـ In Advance Reward، الهدية المقدمة مسبقا من كل الباقات أدي نسبتها. بدك تشتري ببساطة شديدة، شو بدي أشتري أنا؟ مثلا بدي أشتري سوبر، بضغط على السوبر، كيف بيعطيك الديتيلز تبع السوبر، أدي السعر 10,000 دولار، أدي البزنس فوليوم تعطيك 10,000 BV في النتورك، قد ايه الاسكرو تايم 730 يوم يعني سنتين، قد ايه الدايركت كوميشن على السوبر لما انا ابيع سوبر 8%، قد ايه الباينري كوميشن 7%، قد ايه الماكس اوت. انا بدي افهمكم شغله مهمه جدا، قد ايه الدايركت كوميشن 8%، يعني انا لما ابيع سوبر قد ايه بيطلع لي 8%. باينري كوميشن بيعتمد انا الباقه تبعي قد ايه، فأنا إذا الباقة تبعي سوبر باخد 7% من الباينري من النظام الثنائي. أدي الماكسيمم بالأسبوع 8,000 دولار في الأسبوع من النظام الثنائي، وأدي الإكسترا توكنز أو الإن أدفانس ريورد أنا باخدها 100%، يعني بدفع 10,000 باخد ما قيمة 20,000 لأنه في هدية 100%. باجي هون تو بروسيد أوردر، كيف أدفع فلوس الشراء؟ أربع طرق. الطريقة الأولى بنك ترانسفير، تقول له بدي أدفع بالبنك، بقول لك هاي تفاصيل الحساب تبعنا، حول الفلوس، وصل التحويل أوكي، ضيفه على الهون أبلودد، يعني بعد ما تحول الفلوس مو في وصل أو شو بيسموه وصل تحويل سواء أونلاين أو إيداع أو whatever، ضيفه هون، شو السؤال، ضيفه وعمل له ابلود واكتب له اني انا عملت ابلود لتحويل اللي عملته كذا كذا، نوت اذا بتحطها وسبمت. بس توصل الفلوس للشركة اوتوماتيكلي بيشيكوا على الاوردر تبعك هون وبيعملوا له اكتيفيشن وبتاخد الباقة تبعك. لضمان تسريع الموضوع هلا او مو تسريعه، لضمان يعني دبل تشيك، بامكانك بعد ما تحول الفلوس وتعمل ابلود للوصل اوكي وسبمت، تبعت للسبورت اوكي @verda1.com او @verda1.net، تبعت لهم وتقول لهم انا هيك هيك اليوزر نيم تبعي وانا بعتت هلا بليز اكتيفيت مي، بس توصل الفلوس بيعمل لك اكتيفيت. هاي عن طريق الدفع عن طريق البنك، الدفع عن طريق البين كود. انا سجلت اليوم واحد اوكي، سجلت حسين بده يشتري 1,000 دولار باكج، انا عندي في حسابي 1,000 دولار، بقدر اعمل كرييت بين كود من حسابي، بفرجيكم كيف، لل1,000 دولار، بحط الفاليو اوكي تبع البن، انا قديش يعني عن طريق البن كود، عفوا هون انا بدي اشتري الي وعندي بالحساب بن، فبحط الفاليو اعمل لي بين بالالف واعمل سبميت اوتوماتيكلي بيشتغل. بس انا شخصيا بنصح الكل ما حدا يستخدم البين كود، لانه يعني حطينا نحن لبعض الحالات، بس انت ما بتحتاج، اذا انت عندك في حسابك فلوس ودغري بدك تشتري استخدم الوالت، استخدم الوالت. انت عندك بحسابك 1,000 دولار، يعني شوف هذا مثلا ديمو 1،
عنده بحسابه 115,600 دولار تمام، بده يشتري باقة ب 10,000 بس يعمل باي اوتوماتيكلي بيخصم من حسابه 10,000 دولار يعني بتاخذ ثواني العملية، ما بتستنى ان الفلوس توصل بالبنك والامور هاي كلها، هاي عن طريق الولد. واخر واحدة، وكيف ممكن احنا نستخدم الولد؟ برجع للمثال اللي قلته، انا سجلت حسين، حسين شخص جديد، حسين بده يشتري باقة من 1000 دولار، راح دفع لي الي 1000 دولار ما حول للشركة تمام، سلمني 1000 دولار وانا عندي في حسابي 1000 دولار، بروح بحول من حسابي وحفرجيكم كيف لحساب حسين 1000 دولار، حسين بيعمل لوج ان وبيشتري الباقة اللي بده اياها وبيدفع بالولد تبعه. اخر طريقة اللي هي اليو اس دي تي، تختار اليو اس دي تي للناس اللي بتعرف تتعامل في الـ في الكريبتو وورد، هاي الكيو ار تبع الشركة تبع الولد تبع الشركة بالكريبتو باليو اس دي تي، وهاي الهاش كي تبعه، تقدر تعمل سكان للكيو ار، تقدر تاخذ الرقم هذا وتحول المبلغ تبعك وبيطلع لك وصل انه تم التحويل، تاخذ له سكرين شوت، تعمل له ابلود، تعمل له ابلود وبتعمل سبميت، ومباشرة بس توصل للولد خلال دقائق الفلوس للولد، الكاستمر سبورت عنا بيعمل ابديت وبيكتب لك البوزيشن. عرفتوا كيف الشراء؟ هلا هاي من شوب، هلا شو في اي اسئلة؟ نحن جاهزين للاسئلة في النقطة هاي. في نعم. السؤال يقول هل مكافأة المباشر تدخل في الماكس اوت؟ لا لا، الماكس اوت فقط لعمولة التيم كوميشن النظام الثنائي. لو عندك مليون دولار، يعني جيب واحد اليوم يشتري مباشر عن طريقك مليون دولار، انت بتاخد 10%، بتاخد 100,000 دولار كاملين في جيبتك. اوكي جميل ممتاز. واضح. اظن السؤال الاخر غير متوفر عندما ترغب بتحويل بن بخصوص، هو ظهر شويه اللغه مقلوبه. ايوه انا فهمت السؤال حاتم، سؤاله انه انا بدي احول، انا اذا بدي احول من الولد تبعي لولد شخص ثاني، بس هذا نعم. مش بالشبكه تبعي او مش بالفريق تبعي، غير متوفر. طبعا غير متوفر، نحن عاملين طريقه التحويل باعضاء الشركه تسهيل للفريق تبعك، فانت بتقدر تحول فقط للفريق تبعك، حتى للابلاين تبعك ما بتقدر تحول، فقط للفريق تبعك او لفريق تاني ما بتقدر تحول، عشان نحن ما نريد من ناحيه قانونيه تحويل الشركه لماني اكسشينج، بصير الناس تلعب فيها وتحول فلوس، بيعملوها مثل شركه تحويل فلوس، وهذا الشيء غلط في قوانين نتورك ماركتينج. هي هاي سيرفيس تقدم ضمن الفريق تبعك فقط حسب قوانين النتورك ماركتينج. النقطة الأخيرة هي إضافة مرحلة أخيرة لتأكيد الشراء، وأنا راح أخذ هذه النقطة وأيضا نؤكد عليها مع الشباب في الاي تي، لأنه قد تكون نقطة جديرة بالأخذ بالاعتبار إن شاء الله. لا أنا تتذكر حسين لما كان في عندنا اجتماع مع الاي تي، وحسين قالوا حيطبقوا، هي نقطة جديرة بس قالوا حيطبقوا بالنسبة للتحويل للريكوست بيرتشيس. نعم. يعني إذا أنت محول في بنك وعملت أبلود، أو محول عن طريق البي تي اس ال يو اس دي تي وعملت أبلود نعم. للتحويل، لحد ما يتأكتب الموقع بتقدر تعمل كانسل ريكوست. وكانت المدة محمد كم ذكرني؟ لحد ما توصل الفلوس. لحد ما توصل الفلوس. أيوة. فإذا ممكن نضيفها، ممكن نضيفها نحنا إنه يعطي بوب لأنه في الوالت لما تشتري تدفع في الوالت العملية إنستانتلي، فممكن نعم. قبل ما يكمل العملية يعطيه مثل وارنينج بوب إنه أنت حتقوم بشراء كذا كذا كذا،
اجري كونفيرم، مثل لما تسحب فلوس من البنك تقول له كونفيرم يكمل العمليه. فضيف النقطه هاي الله يخليك عندك. تمام. النقطه اللي بعدها، هل ممكن اتاحه الشراء لعضو جديد عن طريق الرابط اللي في الباك اوفيس للشخص نفسه؟ يعني ما فهمت السؤال، شو قصدك؟ بمعنى انه انا عندي الباك اوفيس و... أيوة. او انه لما انا ارسل اي انفيتيشن من خلال موقع، انا ما اعطي اليوزر نيم او الـ او الـ الدخول من خلال موقعي الى لشخص مثلا ضيف، فهل ممكن ايضا يشتري الباكج؟ طبعا. أيوة. اذا عندك فلوس، اذا اعطيت الباسورد تبعك لاي شخص اوكي وعندك فلوس، ممكن يطلب سحبها على الاكاونت اللي موجود، ممكن يحولها، ممكن يعمل فيها اللي بده اياه. جميل. انت اذا عندك حساب اليوم في البنك وعطيت الباسورد تبع البنك تبعك لاي شخص في الدنيا، مش بيقدر يعمل اللي بده اياه؟ بالضبط نفس الشيء، بس عشان اطمنكم في المستقبل راح يكون عندنا دبل سيكيورتي فاكتور، هذا كله في المستقبل الجاي، انه اي شيء له علاقه بالفلوس ممكن يصير يجيك اس ام اس على موبايلك بكود معين تستخدمه، بس هاي الشغلات بدها وقت ان شاء الله. اوكي، البرزنتيشن مهم جدا، لدينا رجاء يتم تنزيله على الجروب والاحتفاظ به لدينا، ولكم جزيل الشكر. اجتماع خارج الاكل ان شاء الله. قلهم حاولوا يقنعوا محمد عثمان انه ينزله، فان شاء الله. طيب، ممكن يشتري من الموقع من خارج الاكونت، يشتري الباقه اونلاين ويدفع اونلاين؟ لا 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 لا، لازم تكون العمليه من خلال الاكونت. نعم. طيب، ممتاز. وطبعا لازم تكون العمليه من خلال الاكونت ايضا لضمان حفظ سلامه التفاصيل، لانه الان الهاكرز وحمايه الموضوع هذا جدا مهمه. ترى واحده من الاشياء المقلقه جدا هي الهاكينج اللي جالس يصير. وعلى فكره يعني ايضا محمد اسمح لي انه اكشف هذا السر، انه شركتكم الان فيردا 1 دخلت في مجالات واسعه، وناس كثيرين في العالم بداوا يعرفوا عنها، وأطمنكم في هاكينج على مواقع الشركة. زين، أطمنكم إنه في هاكينج. بس ما قدروا. كيف؟ ما قدروا علينا يعني، ما شاء الله. بالضبط. فأنا لذلك أقول أطمنكم إنه في هاكينج على المؤسسة، لأنه الشركة الحمد لله رب العالمين الآن تتسابق مع أسماء كبيرة في العالم، وبناء على ذلك الـ IT department عندنا ليل نهار شغال على حماية التفاصيل مثل اي شركه كبيره، وهذه راح تظل على هذا المستوى ان شاء الله. تمام. ما في الواقع ما شفت اي اسئله اخرى. تمام محمد، اظن ما في. طيب، على بركة الله ننتقل للأشياء الثانية. بعد الشوب في عندك Activity Feed، اضغط على Activity Feed. أي شيء بتلاقي أي Activity صارت في النتورك تبعك Instantly بالتاريخ والوقت والساعة والدقيقة والثانية ببين لك إياها. شخص اشترى بجينر باك، مباشرة تطلع عندك انه اشترى. شخص اكسبت على البيجينر باك دايركت، مباشرة بيطلع عندك. فكل الاكتيفيتي ضمن الفريق تبعك بتطلع مباشرة عندك في الاكتيفيتي فيد كريكوردز عندك. واضحة؟ اظن هون ما في اي سؤال. نعم، واضحة. تمام. Buy V-Read Points coming soon. ليش Buy V-Read Points؟ أنا بكرة في المستقبل، تمام؟ لما يصير سعر V-Read Point 50 سنت 1 دولار whatever إن شاء الله بالمستقبل، وأنا ما بدي أشتري باكج كاملة من $1,000 مثلا، بس أنا عندي مثلا بدي أشتري 100 نقطة 50 نقطة،
70 نقطة أوكي حسب الفلوس اللي عندي. فبتقدر تشتري على قد الفلوس تراك، وهاي coming soon إن شاء الله الأوبشن هذا والفيتشر هذا. واضحة؟ أظن واضحة، ما في أي سؤال. commission logs، الكوميشن لوجز، شوف شو بقول لك. عشان يطلع الكوميشن تبعك في اللوج هذا انه انتقل من مرحلة البندنج لمرحلة الان بروجريس اوكي، ويظهر في التابل هذا، بيظهر عندك في التابل هذا بعد 4 أيام و8 ساعات و22 دقيقة و56 ثانية، بالثانية بيعطيك. ولما يطلع لك اياه بيطلع لك اياه كل ترانزاكشن صار بالريفرنس تبعه، قد ايه قيمه الترانزاكشن، قد ايه 70% كاش حتاخذ، قد ايه 30% كاش حتاخذ، شو الستاتس، وامتى الكلوزنج ديت. الستاتس هون موضحه، لما يكون بالستاتس باللون الاخضر بقول لك انه هذا الكوميشن صار available to withdraw، يعني هذا المبلغ صار تقدر تتصرف فيه، تشتري فيه، تسحبه على البنك، تسحبه على البي تي سي، تحوله لشخص تاني، whatever. لما يكون باللون الفايلوت انه هذا in progress، بده 7 أيام ليصير available، ولما يكون باللون الاصفر بده 14 يوم. هذا اسمه الكوميشن لوجز. واضحة؟ في اي سؤال؟ ظهرت الاسئلة يا حسين. تسلم استاذ، ما في اي سؤال، شكرا. ناخذ النقطة اللي بعدها، الكوميشن ريبورت. الكوميشن ريبورت خلينا ادخل على الكوميشن ريبورت. الكوميشن ريبورت بقول لك بدك تعرف الدايركت كوميشن اللي انت كسبته، ولا الباينري كوميشن اللي انت كسبته، ولا بدك تحطهم كلهم بريبورت واحد. فاذا ضغطت دايركت كوميشن هيطلع عندك كل كوميشن، يعني هذا ديمو 14 تمام. شو نوع الدايركت؟ شو اشترى؟ اشترى الباقة ام ال 500. طيب الباقة اللي ام ال 500 قديه الدايركت كوميشن تبعها؟ الدايركت كوميشن تبعها هو اظن 5% أو 6% بيطلع $30 بيندينج. هلا لسه انه جديد الدايركت هون نفس الشيء، الدايركت هون نفس الشيء، وهكذا. هذا كل الدايركت تبعك ببين. طيب بدي الباينري، بضغط على الباينري ببين لك قديه من الباينري. النظام الثنائي هذا الديمو على اليمين دخل عندي بباقة ام ال 11000 مثلا. لا الليفت بي بي هو على اليمين، دخل عندي بباقة ام ال 5000، هو دخل في باقة ام ال 5000، وانا عندي 110000 على اليمين و105 على اليسار. كالتالي بين لك شو الكارد فورورد وقدين نسبة 8%، لانه انا ابيكس فانا كسبت $400. واضحة؟ يعني هون الكوميشن ريبورت ببين لك كل كوميشن انت بتاخده من كل ترانزاكشن، سواء يمين سواء دايركت او باينري، ويمين ولا يسار. وفي نهاية الشهر ان شاء الله قريبا جدا حينضاف عليه اليوني ليفل، لانه اليوني ليفل تدفع شهريا ولا تدفع اسبوعيا. الدايركت والباينري يدفع اسبوعيا، اليوني ليفل يدفع شهريا. في اي اسئلة يا شباب؟
حسين في سؤال من حاتم، انت شوف السؤال وانت جاوب عليه. محمد اسمح لي انا، خليني اشوف، ما اشوف السؤال، سبحان الله. انا اخر سؤال يظهر عندي انه ايش السؤال، عفوا ما جالس اشوفه والله. السؤال يمكن تنزل اذا بدك تنزل بالاسئله. ايوه نزلت محمد مع الاسف، ما خليني اشوف السؤال. لانه حاسم هو مش سؤال، هو طلب بالاحرى مش سؤال. قال عجز نعم. علينا في سحب الارباح بدل الانتظار من اسبوعين الى 3 اسابيع. كيف كيف كيف؟ عجلوا علينا في سحب الارباح بدل الانتظار من اسبوعين الى 3 اسابيع. بدل 3 اسابيع الى اسبوعين، يعني يقدر يسحبهم اسرع. لا 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 لا، الانتظار من اسبوعين، يعني بدل ما نستنى من اسبوعين لثلاثه عشان نسحب الارباح، هو بده يستنى من يومين لثلاثه. صح حاتم؟ بدك يومين ثلاثه. طبعا حاتم مزحه فقط مع اخونا حاتم. شو رايك نعطيك الارباح مقدما قبل ما تتم العمليه؟ ما انت جالس تعطيه الارباح مقدما. يسحبها مقدما، شو رايك؟ انت حاتم، وعشان الناس تفهم، نحن كشركه ما بيهمنا انه نحط فلوس الناس او ارباح الناس او عمولاته الموجوده عندنا اسبوعين او ثلاثه او اربعه او وات ايفر، بس في نظام مالي لازم تتبعه الشركه، في ريكوردز، في تاكد، اوكي، في حالات بتوصل عندنا، اللي بتعامل بالبنوك بيعرف وحسين بيعرف. في مره نحن اندفعت الفلوس ووصلت في حساب في البنك، وتأكدت القسم الفاينانس انه استلمنا الفلوس بحساب الشركة، وفعلنا الموقع للشخص، وبعد ما تم تفعيل الموقع بيومين رجعت انسحبت الفلوس من البنك ورجعت للسندر للمرسل. صار هذا الشيء حسين ولا لا محمد؟ ولا ربما في اكثر من مثل صار بهالطريقة. فنحن بنحط من اسبوعين لثلاثة مش عشان نحن نخبي الفلوس، بس من اسبوعين لثلاثة لنضمن انه الترانزاكشن 100% صحيح، لانه في عمولات تترتب على كل ترانزاكشن وكل بيعة، نضمن انه 100% صحيح، بتتم حسابات العمولات وكل شيء، كل هذا بياخذ وقت، ونضمن انه خرجنا من المرحلة الحرجة اللي الشخص بيقدر يلغي فيها الترانزاكشن. لانه في بعض البنوك بيعطي للشخص اسبوع او 10 ايام يقدر يلغي الترانزاكشن تبعه. هو ايضا خلينا نكون واقعيين، ونحن كنا عايشين في بلداننا وفي حوكمه وتقنين قوي جدا حوالين البانكينج سيستم وانظمه البنوك. الشركه، لا هذه النقطه الاولى، الشركه لا زالت في بدايتها، ولا زال كل يوم في عالم التكنولوجيا تطلع عندنا حلول لصرف الاموال. Interestingly، اللي سحبوا مثلا اموالهم او عمولاتهم عن طريق البي تي سي واليو اس دي تي كانت سريعه الى حد كبير. لا زال البنك ترانسفر هو لربما الاضعف في السبلاي تشين او سلسله التوريد اذا صح التعبير، وهذه ايضا سيتم معالجتها بعده طرق موجوده الان. هذه الافكار كلها على الطاوله، ونشوف ان شاء الله كيف نحلها باذن الله بأسرع وقت يتم حلها. لكن أنا أظن من المناسب جداً أنه الشخص، يعني حتى مقارنة مع كثير من المؤسسات اللي موجودة وفي بداياتها، أنه مراعاة للفاينانشال سيستم ومراعاة للكاش فلو، انفلو اوت فلو اللي يسموه في لغة الأكاونتينج والحسابات، أنه يكون أسبوعين إلى 3 أسابيع في نقل الأرباح. لأنه أنت تتكلم عن باينري سيستم، نحن ما نتكلم الحين عن بيع منتج سيارة بعناها، ولا مثلا منتج استهلاكي بعناه. الآن في عندنا طبعا لا شك عندنا الباينري، وعندنا اليوني ليفل، وعندنا أكثر من شغلة، فحسابات هذه المواضيع كلها، وحتى نتأكد إنها حسابات صحيحة وشملت كل الخط، يجب أن يأخذ هذا الوقت مجرى. لكن أؤكد لكم أنه عالم التكنولوجيا، ونحن كلنا عارفين ونحن في خضم عالم التكنولوجيا، أنه راح يتطور هذا الشيء،
وراح نصل الى قنوات افضل من اللي موجوده عندنا واكثر من اللي موجوده عندنا. نحن حسين انا بحب اضيف شغله، نحن عندنا مش ثلاث اسابيع، نحن عندنا اسبوعين من وقت ما ينتهي الاسبوع ماكسيمم اسبوعين عمولاتك بتصير افيلبل تقدر تتصرف فيها مثل ما بدك ماكسيمم يعني اسبوعين، وهذا ماست لقوانين وللتاكد لانه انت بتعامل بفلوس ومبيعات وبعمولات، فلازم تكون 100% واثق انه الامور وكل الشركات في العالم بهالطريقه هاي. من بعد الاسبوعين انا بحب بس انوه هالشيء، انت طلبت فلوسك تسحبها عن طريق البنك عن طريق اي شيء، اذا عم تعملها بالولت او ترانسفير انستنتلي بتصير، بس عم تسحب فلوسك عن طريق البنك او عن طريق البي تي سي او عن طريق اليو اس دي تي، هذا العمليه هاي مش فيردا وان اللي بتتحكم فيها، البانكينج سيستم اللي بتتحكم فيه. ففي بنوك بتعمل الترانزاكشن بثلاث ايام، في بنوك بتعمل ترانزاكشن بعشر ايام، فهاي لا تلوم فيها فيردا وان، هاي النظام البنكي هيك. لحنا بس تطلب العملية بيطلع مباشرة، انت عندك اليوم ولت افيلابل $1000 طلبتها مباشرة فيردا وان تعمل الترانزاكشن، بس ليوصلك انت مش لحنا اللي بنتحكم في الموضوع، البانكينج سيستم العالمي او البانكينج سيستم تبع البنك تبعك هو اللي بتحكم في الموضوع. عشان هيك لحنا منشجع شركائنا انه يروحوا للنقاط الاسرع مثل البي تي سي او اليو اس دي تي، وبنفس الوقت لانه رسومها اسهل اقل من رسوم البنوك العاديه. هذا اللي حبيت اضيفه بس احسن. تمام شكرا محمد. في سؤال من حاتم، المشكله عندنا لو انتظرنا لمده اسبوعين او ثلاث اسابيع ثم رغبنا بالتحويل البنكي راح ننتظر من جديد اسبوع اضافي. لا نحن مو من اسبوعين لثلاثة، برجع بقول لك نحن اسبوعين وهذا قانون ما بنقدر نتغير فيه، هذا الاس او بي بيسموه الستاندرد اوبريشن بروسيجر، صح بالضبط صح حسين؟ الاس او بي ستاندرد اوبريتنج بروسيجر، هاي اس او بيز في الشركه لن تتغير. اسبوعين بتصير العموله تبعك افيلبل، بعد هيك الامور مع البنك تبعك مش معنا لو طلبتها على البنك. طيب ننتقل للموضوع اللي بعده، خلصنا الكوميشن الوالت، عندك withdraw fund transfer fund، نبدأ بال withdraw fund. هاي شو بقول لك، ديمو عنده $115,600 available بحسابه، برجع بقول لكم هذا ديمو لا تفكروا في واحد عنده الحساب هذا، اوكي ان شاء الله بيكون عندكم ارقام اكبر بكتير في المستقبل بهذا الشيء. بده يسحب عمولاته، كيف بيسحبها؟ اذا بده يسحبها على البنك مينيمم $500 لازم يطلب، عشان تسحب عمولتك على البنك مينيمم الترانزاكشن $500، اقل من هيك ما بتقدر تسحب على البنك. ليش؟ لانه رسوم اقل من $500 رسوم تطلع عليك عاليه كتير. هون شو بقول لك، في سيرفيس تشارج 5% رسوم، وبتاخذ 7 وركينج دايز حسب البانكينج سيستم في العالم، فبتقدر تسحب على البنك، بتقدر تسحب على البي تي سي تبعك. شوف بالبي تي سي اقل $200 مو $500 بتقدر تسحب، و2% وبتقدر تسحب على اليو اس دي تي كمان. طيب كيف الشركه بتعرف معلوماتك؟ لانك انت بتكون اوريدي ضايف معلوماتك في البروفايل تبعك تبع البي تي سي تبع اليو اس دي تي تبع البانكينج سيستم. يعني انت لما تطلب تسحب على البنك وتحط $500 ما في داعي تحط معلومات البنك تبعك لانه اوريدي مسيفه بالبروفايل تبعك، او بدك تسحب على اليو على البي تي سي او على اليو اس دي تي مسيفه بالبروفايل تبعك. هاي الطريقة لسحب الفلوس للمحفظة تبعتك او للبنك تبعك. طريقة تانية اللي هي الترانسفير فاندز، انا بقدر كديمو اني ابعت فاند لكل الناس اللي موجودين في النتورك تبعي، بختار الشخص اليوزر نيم تبعه، بحط مينيمم $100 وقد ما بدي بحول له وبحول له،
مباشرة من غير أي رسوم بتتحول العمولة ل أو تتحول المبلغ هذا للشخص اللي أنت اخترته. هاي بالنسبة للولد واضحة؟ ما شاء الله، بس الأخ حاتم هاي الدليل ما شاء الله على الاهتمام، انه بس الاخ حاتم هو اللي عم بيسال الاسئله، اكثر الاسئله عم تيجي من قهوه. احييك اخ حاتم على الاسئله، لانه السؤال هو ابو الاختراع. في اي اسئله يا شباب على النقطه هاي؟ تمام واضح. ننتقل للي بعده، التري فيو. انا اشوف فريق العمل تبعي، بقدر انت مثل ما قلت لكم في التدريبات، احنا عندنا نوعين من الشجرات مثل ما بسموها، هي الاسم الحقيقي تبعها الجينيولوجي. النوع الاول اللي هو النظام الثنائي، والنوع الثاني اللي هو اليوني ليفل. فانا بدي اشوف شجره الفريق تبعي باينري تري، بيطلع لك الباينري تري، طلع لك معلوماتك، مين السبونسر تبعك، الشخص اللي فوقك، البيرنتس بسموه. السبونسر هو الشخص اللي جابك مباشرة، والبيرنتس اللي هو الشخص اللي اجى فوقك مباشرة. يعني كيف؟ لو فرضنا ديمو 6 اجى مباشرة عن طريق ديمو 1، فديمو 6 السبونسر تبعه ديمو 1، الليفل اب تبعه والبيرنتس تبعه ديمو 3. تمام؟ بين لك الرانك تبعك، الباكج تبعك، كل شيء تبعك. بدك معلومات إضافية ببساطة شديدة، بتيجي على مثلا بدي أعرف معلومات إضافية عن ديمو 4، بضغط على ديمو 4 بيطلع لي كل الديتيلز تبعه، اسمه، لاست نيم، سبونسر، بيرنت، اليوزر نيم، امتى دخل، امتى فعل نفسه، مين الشخص اللي على يساره مباشرة، مين الشخص اللي على يمينه مباشرة، كم نقطة عنده على اليسار، كم نقطة عنده على اليمين، كم أكتف، أكتف يعني شخص شاري باقة عنده على اليسار، كم أكتف عنده على اليمين، كم إن أكتف عنده على اليسار، يعني لو واحد سجل لسه ما اشترى ببين شو نوع الباكج اللي اشتراها، وقديه قيمتها بالبي فيز، ومن أي دولة داخل. كل المعلومات اللي محتاجة على الشخص بتلاقيها هون بفريقك. بدك تنتقل كمان للشجر، لانه بس عنده شجرة اليسار، تضغط بنقول لك على شجرة اليسار تبعه. بدك تطلع على الشجرة الرئيسية بتقدر تطلع، بدك تطلع على شجرة البيرنس تقدر تطلع. كل شيء محتاجه بتلاقيهم. ومن الشجرة هاي بتقدر تعمل كمان سيرش. بدك شخص معين تعرف اليوزر نيم تبعه، وانت شجرتك كبيرة عشان ما تدور واحد واحد. ديمو مثلا 14، تعمل سيرش بيطلع لك ديمو 14، تضغط عليه بيعطيك كل معلوماته. مو بس هيك، كمان انت ضغطت على ديمو 14 بدك ترجع على شجرتك الاصليه، بتقول له ارجع للسبونسر تري، رجعك للشجره الاصليه تبعتك. وبتقدر تعمل كمان انفايت من هون مثل ما فرجيناكم اياها من الداشبورد، لأشخاص جدد عشان ينضموا لفريق العمل تبعك. هاي بالنسبة للباينري تري للجينيولوجي. في أي سؤال؟ سؤال من الأخ سعيد، هل ممكن شراء باقات العضو من فريقي عن طريق الولد؟ نعم، إذا ما عنده فلوس بالولد تبعه، أنت عندك فلوس بالولد تبعك، حول إذا هو بفريقك المبلغ اللي بده يشتري فيه من الولد تبعك للولد تبعه، بعدين بيدخل هو على موقعه وبيشتري الباقة اللي بده إياها. أظن الباينري تري واضحة. نرجع بعدين للتري فيو السبونسرد تري. السبونسرد تري هاي اليوني ليفل، هاي المباشرين. شفت انت
ديمو 4 تحت ديمو 2 في الباينري، ديمو 13 تحت ديمو 3. بس في عندك شجر تاني هي المباشرين، مين هن اللي عندك ليفل 1 المباشرين، وين موجودين في الباينري، موجودين يسار ولا يمين، وكل واحد قديش عنده مشتريات شخصيه. بدك تروح لليفل 2 اللي هن المباشرين تبع ليفل 1 ببين لك اياهم وين موجودين عندك في الباينري. بدك تروح لليفل 3 بفتح لك، ما في حدا هلا، لو في ببين لك عنده، وهكذا لليفل 5. هاي شجره اليوني ليفل، واضحه؟ اذا في اي سؤال. اظن انه واضحة. اخر فيتشرز وهي الريبورتس. في الريبورتس شوف شو بتشوف بالريبورتس. ماي بيرتشيس، شو الباقات والمشتريات اللي انت اشتريتها شخصيا بالريفرنس كود، قديه السعر اللي دفعته. يعني انا شاري هون ابيكس وبعشر تالاف وبميتين وخمسين، وقديه اخذت عليهم بي فيز، او قديه انت ما بتاخد علينا، قديه ولدوا بي فيز في النتورك للناس اللي فوقك، قديه اخذت عليهم فيريت بوينتس، وقديه اخذت عليهم فيريت بونس، وقديه السعر اللي اخذته على 25 سنت، وشو نوع الباقة وبأي تاريخ. كل مشترياتك الشخصية بتشوفها بالماي بيرتشيسز. اونرشيب بيرتشيس، هاي بتبين لك ال 30%، مثل ما قلنا مو 30% بتتوفر عندك خلال اسبوع، 30% طلعت مثلا 200 دولار، 150 دولار، فبقول لك بس تتحول، بقول لك 150 دولار هاي ال 30%. قد ايه ولدوا بي فيز؟ 150 بي في. قد ايه عملوا فيريت بوينتس؟ قد ايه عملوا فيريت بونص؟ لو في فيريت بونص، طبعا في التحويل ما في فيريت بونص. وقد ايه البرايس اللي تحول عليه؟ وشو هي الباكج لو انت لو كان لو كملوا باكج؟ وقد ايه التيم سيلز، كل فريقك شو بيعمل مبيعات. يعني عندك ديمو 14 عمل بيجينر على يسارك ب 500 بي في الساعه الفلانيه واليوم الفلاني، ديمو 12 عمل 1000 على يسارك كلاسيك باكج بالساعه الفلانيه واليوم الفلاني، ديمو 13 عمل 5000 على يسارك برو باك بالساعه الفلانيه، وهكذا. شو عندك مبيعات وترانزاكشن تمت بالفريق تبعك بتلاقيها عندك. purchase request، لو انت عامل request عن طريق البنك او عن طريق USDT، لبين ما يتأكتب بيظهر عندك هون الريكوست. هذا purchase request اللي لسه ما صار فيه completion، ما تكمل ما تأكتب. transfer history، كل عمليات التحويل من الوالد تبعك لأي ولد في فريقك بتبين عندك كريكورد. هون مثلا حولت لديمو 14 550 دولار في الساعة واليوم الفلاني والستيتس دان، حولت لديمو 12 1050 في الساعة واليوم الفلاني والستيتس دان، حولت لديمو 15، حولت لديمو 11، وهكذا. شو بتعمل تحويلات من عشان يضل ريكورد مالي عندك لأي واحد في فريقك ببين عندك إثبات. أوكي، اللي تحته receiving history، شو وصلني تحويلات، شو أنا عملت وشو وصلني. وصلني من The Dreamer 300,000 مثلا في اليوم الفلاني، وصلني من ذا دريمر 100,000 في اليوم الفلاني، وصلني من عثمان 250,000 في اليوم الفلاني، بالوقت بالتاريخ بالساعة بالدقيقة بالثانية. واخر شيء with the draw history، طبعا هذا الاكاونت ديمو ما عملنا عليه with the draw، ف
اي عمليه ويذدرو سحب لعمولاتك بتبين كمان بالريفرنس كود والستاتس تبعها وبالتاريخ تبعها اوكي في التقرير تبع الويذدرو هيستوري. هيك بتكون كل الفيتشرز الحاليه والفاسيلتيز اللي موجوده في الباك اوفيس اللي احنا عرضناها تمام. وفي اشياء كتير بشكل اسبوعي ويومي راح تشوفوا فيه تطوير كتير واشياء كتير حتنضاف على الباك اوفيس كمان. تمام يا شباب، اذا في اي سؤال هلا وقتكم للاسئله، لا تستحي من اي سؤال، لازم تفهم كل شيء قبل ما نسكر التريننج هذا. تريننج طويل اخذ حوالي ساعتين ولكن يستحق. سؤال من الأخت نعمات، هل يمكنني شراء باقات جديدة من 30% تبع أم هي مقتصرة الحساب الشخصي؟ لا، 30% لا يمكن شراء منها باقات أو لا يمكن شراء منها فيريت بوينتس. هي فعليا 30% تتحول لفيريت بوينتس، بس ما تقول أنا ده 30% أوتوماتيكلي موفرة إلك وبتتحول فعليا يعني كأنك اشتريت فيريت بوينتس على السعر الموجود فيها لما يسكر الأسبوع. اما شراء باقات جديده او منتجات جديده اوكي، اذا ما عندك 30% بدك تتحول بدك تزيد عليها، لازم تكون من الكاش اللي عندك في الولد او تحول للشركه فلوس. حسين معانا؟ حسين معاك محمد، معاك طبعا. طبعا انا سمعت كثير منك، سمعت كثير منك عن الاخ حاتم البريكي، وان شاء الله حشوفه فيس تو فيس في الليدرشيب سامت. تمام حاتم؟ ان شاء الله. بس انا سعيد جدا بتواجده اليوم ما شاء الله وباسئلته ومعنا وتفاعله معنا، ما شاء الله اكثر شخص تفاعل معنا. تمام. واخر ملاحظه زي ما عم تشوف الاسئله، عم بيقول محاضره ثمينه ضروري تسجل وتنزل في القناه. شكرا كثير اخ حاتم انك قلت انه محاضرة ثمينة، بشكر تقديرك هذا. بس بيني وبينك وبين حسين عشان انزل لك اياها في القناة لازم تقنعني لما تكون معنا في السمت، تعرف تقنعني اني انزلها في القناة. تمام حسين؟ يعني راح يكون موجود حاتم معنا، يعني هذا تحدي مع حاتم للوجود في لقاء القادة. ها يعني مش اقل من هيك، مش اقل من لا هيك. انا اطمنك بالنيابه عن حاتم بيكون ولازم موجود، ولازم يزبطني يعني يقنعني صح. تعرف انا اقناعي صعب. صحيح. انا ممتاز. سعيد جدا بتعارفي على حاتم، وان شاء الله القى حاتم وجميع المتواجدين معنا اليوم في الصمت. حرام اي شخص منكم ما يكون معنا في الصمت، حرام حرام بحق نفسه وليس بحق فيردوان. فيردوان مكمله، فيردوان ان شاء الله مكمله مع محمد عثمان او بدونه، مع حسين اللواتي او بدونه، مع وقاص او بدونه، فيردوان مكمله ان شاء الله لانه مبنيه على سيستم. ولكن اللي ما حيكون معنا بالصمت منكم يا شباب بعد الساعتين هدول بيكون عم بيعمل الحرام بحق نفسه. صح حسين ولا لا؟ أتفق معك محمد، وأنا أؤكد أنه الإخوة والأخوات اللي ظلوا معنا فعلاً، وأنا فعلاً شاكر لهم، الإخوة والأخوات اللي ظلوا معنا من أول الساعة 8 بتوقيت مسقط إلى الآن ونحن الساعة 10:05، هذا جدير بأنه نحن نضرب لكم تحية، لأنه فعلاً يعني طموح وجدية والتزام. وعلى فكرة هذه هي معادلة النجاح، معادلة النجاح في أي مؤسسة، تسويق شبكي أو غير تسويق شبكي، إنه السيستم والنظام يكون جاهز والمنتج والخدمة تكون موجودة. هذا طبعاً من ضمن رؤية ونجاح المؤسسة، إنه الموظفين أو اللي يعملوا في المؤسسة يكونوا موجودين وجادين، وأيضاً إدارة المؤسسة وجدية الإخوة والأخوات اللي موجودين كقائمين على عمل ونجاح المؤسسة، وهذا ضروري. وبالتالي لما أنا أريد أفتح مؤسسة وأفتح مشروع
ما ممكن أني أفتح المشروع وأقول الناس تعالوا، أيوة انفتح المشروع لكن أغلق الباب، لأنه ما ممكن يصير في مبيعات. والتعرف على السيستم والنظام وكيف يعمل، وصفحة الداخلية والباك أوفيس وغرفة العمليات كما سميناها اليوم في المجموعة، معرفتك لغرفة العمليات راح تعرفك كيف تعمل بذكاء لتصل إلى نتيجة من خلال فيردا وان. فمرة أخرى كل الشكر والتقدير لكل واحد وواحدة معانا إلى الآن في هذه المحاضرة والتدريب، وطبعا الشكر موصول وعلى رأسي محمد عثمان أستاذي في مجالات التدريب اللي نتعلم منه كل مرة، لأنه فعلا يعطي من وقته الثمين جدا لهذه التدريبات، وفعلا ذات إضافة راقية في فيردا وان. بارك الله فيك محمد. حبيبي شكرا كثير حسين، نحن بنكمل بعض وهذا واجبنا، بس أنا الكلمة اللي بحب أحكيها، أنا بشكر وبأكد شكري لكل الشخص استمر معنا الساعتين هدول، لأنه الموضوع يستحق والتدريب هذا يستحق، وهي الأداة لنجاحك إن شاء الله. لازم تعرف الفراري تبعك كيف تسوقها عشان تعرف تنطلق فيها لهدفك، والموقع هذا والشركة هاي تبعتك هي عبارة عن طائرة خاصة أفضل من الفراري. فأنا بشكر كل الموجودين، وبحب في النهاية قبل ما نختم حقول مفاجأة أنا وحسين لكم كمان إن شاء الله. فبشكر كل وجودكم، ونحن دائما متواجدين معكم، ودائما أنا بحكي كلمة في تاريخي في 22 سنة في النتورك ماركتينج، بقول للشخص اللي بده يشتغل معي يعطيني 100% من جهدك ووقتك وتركيزك وجديتك، بعطيك 200%. فأنا هذا اللي بطلبه معي، عطونا 100%. فعليا انت عم تعطي 100% هاي لبزنسك، لأحلامك، لأهدافك، فتستحق انك تعطيها 100%. طبعا الاخ حاتم حسين، انت ما عم تشوف الاسئلة، الاخ حاتم قال حيقنعني، وانا واثق انه حيقنعني ان شاء الله، وفريقي يستاهل الحضور لاني بهم ومعهم وصلت لهذه المرحلة، وما زلنا في بداية الطريق، وانا بشكرك وبحييك على الكلمه هاي. فعشان هيك بدي كوميتمنت منك حاتم، اوكي، وتبعتها لحسين، انك مش تيجي لحالك، تيجي انت وفريقك، على الاقل 5 أو 6 من فريقك يكونوا معك. جميل تمام؟ جميل، فاعطي الكوميتمنت هذا لحسين. بارك الله فيك محمد، بارك الله فيك. طبعا شكرا جزيلا لكم، الظاهر ما عاد في اسئله وطولنا عليكم. هلا بدي اعطيكم المفاجاه، انا وحسين عم نرتب ان شاء الله ترتيب، طبعا اللي موجودين معنا اليوم ساعتين، انا كل اللي بيحضر معي في الويبينارات او بيحضر اي ويبينار في عنا ريكوردز باسمه بايميله بالامور هاي كلها، وعم نراقب ونتابع مين الناس الجديين ومين الناس اللي بتفوت تتسلى، لانه البشر انواع. طبعا ان شاء الله جدا قريبا جدا قريبا حنعلن عن وورك شوب خاصة، اوكي، وركشوب خاصة لسيلكتيف بيبل. انا وحسين وغيرنا من اعضاء مجلس الادارة عم نراقب مين يستحق انه يكون في الوركشوب هاي. الوركشوب هاي حنشتغل فيها انا وحسين معكم in daily basis، لا نوصلكم تكونوا افضل مننا في نتورك ماركتينج. ونهاية الوركشوب هاي هتكون with certification رسمية من الشركة انك انت بريزنتر معتمد او ترينر معتمد او ليدر معتمد مع شهادة من الشركة. الوركشوب هاي عصارة خبرة عشرات السنين بيننا كلنا، عشان هيك لن تقدم لأي واحد بسهولة. سنختار من يستحق إنه يكون في الوركشوب حتى لو كان شخص واحد، ولكن كلمة ووعد مني إن شاء الله إنه اللي بيكون معنا في الوركشوب ويطبق بكل جدية والتزام الأشياء هاي حيكون أفضل منا في النتورك ماركتينج، وحيكون التوب إيرنر إن شاء الله، أكثر واحد بيكسب في فيردا وان. تمام، نحن في صدد تجهيز الوركشوب وفي مراقبة من يستحق انه يكون معنا في الوركشوب هاي. هلا انتوا اللي موجودين معي في القاعة اللي قعدتوا اكثر من ساعتين،
أظن إنكم تستحقوا هذا الشيء، ولكن مش بالكلام، بالنتائج، بالأفعال، بالأكشنز. فأنتوا تحت المراقبة، قريبا جدا هتلاقي إجت دعوة لأشخاص منكم إنه تفضل انضم ل private workshop مع 2 من البورد اوف دايركتورز، هتخليكم certified leader، قادة معتمدين ومحاضرين معتمدين وترينرز معتمدين في شركة فيردا وان. مين اللي بده اياها يرفع لي ايده او يحط تعليق؟ شو رايك حسين بالمفاجأة؟ يا سلام عليك يا محمد، فاجأتني ايضا يعني. هلا دورنا نحن نراقب مين يستحق يكون في الوركشوب هاي، لانه تمام. بصراحة احكي لكم يا شباب، مين فيكم مثلا راح على الجيش او بيعرف بالجيش كده، في دورة بالجيش بسموها دورة الصاعقة، اللي هي مثلا 30 يوم 60 يوم 40 يوم، اللي هي بتطلع رجالة صح مثل ما بيقولوا. الوركشوب هاي دورة صاعقة، بس هتطلع منها توب ايرنر ان شاء الله. جميل جميل، جاهزين؟ ما شاء الله صاروا الناس يكتبوا من هلا، سعيدة أيوه. ونعمات وحساني وحاتم كلهم صاروا معنا بالوركشوب. يلا فرجونا اكشن ان شاء الله. واول اكشن بدي اشوفه تدريب حسين بكره بالانجليش ان شاء الله. حتى اللي بيعرف فيكم انجليش يحضر مره ثانيه يثبت المعلومه، اللي بيعرف انجليش بسيط يحضر، وادعي التيم تبعك يحضر. واول اختبار لكل الموجودين هو محاضرات الاسبوع القادم، عربي انجليزي فرنسي اوردو. بدي اشوف كل شخص معكم على الاقل معاه 2 أو 3 اشخاص جدد، ويبعت لي يكتب لي الي او لحسين انا معاي في القاعة هلا فلان وفلان وفلان، هدول عن طريقي عشان نعرف. تمام، جميل جدا، على بركة الله. حسين كلمة نهائية قبل ما نختم. أخ العزيز كفيت ووفيت، ما في عندي أي كلمة نهائية غير أنه هذه الفرصة اعتمدت على 3 دعامات، تملك وشارك وارتقي. 3 دعامات تكمل بعضها البعض، ما في دعامة تشتغل من غير الثانية. تملكت، الآن جاء دور الشراكة، لأنه هذه مهمة ومسؤولية من خلال الأطروحة أو المعادلة أو الفرصة اللي نطرحها في فيردا وان. إن لم تشارك فعملك ناقص. دائما راح نركز على الدوبليكيشن، لأنه قلب التسويق الشبكي هو الدوبليكيشن، وهو المشاركة في هذه الفرصة. وعلى فكرة good news، لأنك إذا اشتغلت الgood news، إذا اشتغلت على تملك وسويت عليها علامة صح، ثم تقع المسؤولية عليك في المشاركة، الأوتوماتيكياً اللي راح يصير إنه الارتقاء راح يحصل أوتوماتيكياً. فما في داعي إنك تشتغل أو تشتغلي على الدعامات 3، اشتغلوا على أول دعامتين، والدعامة 3 ستتحقق تلقائياً، لكن من غير المشاركة. حتى لو حضرت 1000 محاضرة تعريفية، مكسبك من 6 قنوات في المكسب أو في المكاسب ستكون فقط من قناة واحدة فقط، وهي الاستثمار، وليس قناة أخرى أبداً. فاستمروا على نقطة المشاركة، وتحدثوا مع الناس ليس على أساس أنه أنا أبيع لك فيردا وان، وإنما أشاركك فرصة فيردا وان. قال أيوة أهلا وسهلا، قال لا، في عندك 7 مليار شخص موجودين على وجه الأرض ممكن تكلمهم. وهذه كلمة أخيرة مني، وشكرا لكم، وفقتم دائما إن شاء الله. شكرا شكرا حسين لجهدك ووقتك، وشكرا لكل الحضور معنا، وأراكم جميعا على القمة إن شاء الله، وإلى اللقاء في ويبينارات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.